النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الانتر كونكت. عايزين نعرف الكاباسيتنس بتاعه الانتر كونكت والريزيستنس بتاعته، وبعد كده نشوف الموديل اللي احنا هنستخدمه في الديزاين. اوكي، فاول حاجه محتاجين نعرفها مع بعض ايه هو الانتر كونكت. ماشي، فاحنا لغايه المحاضره اللي فاتت كنا بنتعامل مع لما يكون بنقول عندنا 1 انفرتر لودد باي انذر انفرتر او باي 4 انفرترز او باي 5 انفرترز، كنا دايما بنفترض ان الدرين بتاع الترانزستورز الاولانيين اللي هم في الانفرتر الاولاني متوصل على طول على الجيت بتاع الانفرتر الثاني. ما كناش بنعتبر ان في السكه في النص في اي ايه في اي كومبوننتس، بفرض انها نود واحده، وبالتالي الكاباسيتنس اللي ايه اللي كانت موجوده على النود دي كنا بنجيب الكاباسيتنس السيلف لودنج من الستيج الاولاني، وبنجيب الجيت كاباسيتنس من الستيج الثاني. وده نتيجه ان احنا مفترضين ان انا في عندي ايديال كونكتور، ايديال كونكتور ما بين الايه ما بين الترانزستور الاولاني والترانزستور الثاني. وقع الامر ان الموضوع ده مش valid anymore، نتيجه ان احنا عندنا احنا المفروض ان احنا بنتكلم على انتجريتد سيركتس، وبالتالي الانفرترز دي موجوده على سي موس، موجوده على السيليكون ويفر بتاعتنا. فالمفروض ان احنا بنمد خط او بنمد واير او بنمد حاجه بنسميها انتر كونكت ما بين الواير الاولاني او ما بين الانفرتر الاولاني والانفرتر الثاني. بنيجي عندنا انفرتر اولاني وانفرتر الثاني، بنروح حاطين في النص سام كايند اوف ميتال 1 او ميتال 2 بقى، او المفروض اي نوع من الميتال، غالبا بيكون الومنيوم او كوبر على حسب التكنولوجي اللي بتستخدمها، وبنوصل الاثنين دول ببعض. طبعا المفروض احنا كده مستخدمين الومنيوم او كوبر، واحنا معلوماتنا من زمان ان الومنيوم او كوبر دول جود كوندكتور اوف الكتريستي، وبالتالي انا المفروض انك ما اهتمش قوي بالموضوع ده. بس واقع الامر بيقول ان الدايمنشنز دلوقتي بتاعت الواير دي بقت سيجنيفيكانت مقارنه بالدايمنشنز بتاعت الانفرتر. يعني لو احنا كنا بنتكلم في تكنولوجي قديمه شويه والترانزستور ساعتنا كانت الدايمنشنز 180 نانو مثلا او 350 نانو، حاجه كبيره شويه، فالواير ساعتها كان ممكن نهمله مقارنه بالترانزستور. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على ترانزستورز بال5 نانومتر وبال10 نانومتر 28 نانومتر، فالدايمنشنز بتاعت الترانزستور صغيره جدا، بحيث ان الواير اللي هو حتى صغير متوصل بين الاثنين انفرترز ده ما نقدرش نهمله انيمور. فلازم ان احنا نبدا نشوف هل فعلا الراجل ده بيأكت از بيرفكت كوندكتور، ولا في سام كايند اوف ريزيستنس فيه، في سام كايند اوف كاباسيتنس فيه، وهل الكاباسيتنس دي سيجنيفيكانت ولا مش سيجنيفيكانت، وهل الريزيستنس دي سيجنيفيكانت ولا مش سيجنيفيكانت، بحيث انها هتاثر على الدرايف بتاعنا او هتاثر على الانفرتر بتاعنا ولا. فده وقع الامر ان احنا مش هنقدر نفترض خلاص ان النقطه دي نقطه واحده، لازم نحط في النص حاجه بنسميها الانتر كونكت، ونبدا نحسب بقى الانتر كونكت ده اذا كان ليه ايكويفالنت ريزيستنس ولا لا، ايكويفالنت كاباسيتنس ولا لا، هندخلها معانا في معادلاتنا ولا لا. اوكي، فده الهدف من محاضره النهارده، ان احنا نبدا ناخد في اعتبارنا ان الايه ان الواير اللي ما بين الديفرنت ديجيتال جيتس اللي موجوده عندنا، الواير ده از نوت ايديال اني مور، ولازم نحسب له ايكويفالنت ريزيستنس وايكويفالنت كاباسيتنس. طيب، ده شكل اللاي اوت بتاعنا لو احنا بنتكلم على الريل السيركت اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي. لو حابين نشوف شكلها على الويفر او نشوف شكلها على السيليكون عامل ازاي، فده المفروض اللاي اوت بتاع وان انفرتر كنا اتكلمنا عليه قبل كده. ده الان موس ترانزستور، وده البولي سيليكون اللي بنستخدمه كجيت، وده البي موس ترانزستور، وده البولي سيليكون اللي بنستخدمينه كجيت برضو. والمفروض ان ده كده الانبوت بتاعنا، والمفروض ان هنا في خط واصل ما بين النقطه دي وما بين النقطه دي، بس مش عارف ليه مش باين هنا، اللون الازرق فيه مشكله شويه، في خط هنا. اوكي، وبعدين ده نفس الكلام، ده الانبوت بتاع الانفرتر الثاني. فدول تو ايديال انفرترز، وبعد كده ده الواير اللي متوصل ما بين الاوتبوت اللي موجود هنا وما بين الانبوت اللي هو البولي سيليكون اللي موجود هنا. فزي ما انتم شايفين الخط ده طوله كومبارابل للحجم بتاع الايه، الحجم بتاع الانفرتر. وبالتالي اذا كنا بنيجي نقول ان انا بحسب الكاباسيتنس بتاعت الدرين بتاع ده والكاباسيتنس بتاعت الدرين بتاع ده، وبحسب الجيت كاباسيتنس اللي موجوده هنا، فانا ما اقدرش اهمل ايه الواير اللي بالحجم ده واقول ان ملهوش كاباسيتنس. ده الواير ده حجمه اصلا تقريبا قد الايه، قد الاوتبوت بتاع الانفرتر الاولاني مرتين، وقد الانبوت بتاع الانفرتر الثاني، وبالتالي ما اقدرش اقول ان ما فيهوش كاباسيتنس. ده انا لازم احسب الكاباسيتنس بتاعته واخدها في اعتباري في حساباتي للديلي بتاعتي. اوكي، فدي الفكره اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، ان احنا وي هاف تو كونسيدر ان الواير اللي احنا موصلينه ما بين اي جيت والثاني از نوت ان ايديال واير اني مور، ات هاز تو بي مودلد باي سام كايند اوف ايه ريزيستورز اند كاباسيتورز، نتيجه ان الدايمنشنز بتاعته بقت سيجنيفيكانت مقارنه بالايه، مقارنه بالترانزستورز. اي سؤال هنا؟ اوكي، طيب
ده شكل متشعب. طبعا احنا الرسمه اللي فاتت دي كنا حاطين بس مجرد وان انفرتر وان از سورس وان انفرتر از لود. واقع الامر ان احنا عندنا زي ما اتفقنا مليونز اند بليونز اوف جيتس، فبيبقى في عندنا حاجات بالاشكال دي يعني، بيبقى في عندنا وايرز او انتر كونكتس كتيره كده موجوده within الايه within الدائره بتاعتنا، وكل واحد منهم should be modeled by its own equivalent resistance وequivalent resistance وequivalent capacitance. كل واير من دول المفروض ان احنا نعتبر ان هو هيكون له ايه equivalent circuit يعني. اوكي، مع الاخذ في الاعتبار كمان ان مش بس ده اللي احنا عايزين نهتم بيه كمان، ده انت لما تيجي تبص حضرتك هتلاقي ان الخط ده ماشي والخط ده ماشي جنبه، الاثنين ماشيين جنب بعض مسافة طويلة، صح؟ طيب ايه اللي موجود ما بين الميتال دي لما نيجي نعملها على السيليكون؟ لما باجي احط ميتال 1 وميتال ميتال 1 خطين من ميتال 1 ماشين، ايه اللي هيكون ما بينهم؟ سوري، دايلكتريك، سيليكون دايوكسيد مينلي يعني. فبيبقى عندك ايه الومنيوم والومنيوم وفي النص فيه سيليكون دايوكسيد، هيعملوا ايه دول كمان؟ هيعملوا كاباسيتنس، بارال بليت كاباسيتنس بين الاثنين وفرنجنج كاباسيتنس بين الاثنين، ويتش مينز ان انا مش بس عايز اموديل كل واير بالريزيستنس والكاباسيتنس بتاعته، ده كمان عندنا حاجه بنسميها الانتر واير كاباسيتنس، ان كل واير ماشي جنبيه واير تاني، لا ده احنا كمان لازم ناخد في اعتبارنا ان في كاباسيتنس ما بين الاثنين. كاباسيتنس ما بين الاثنين اللي كانت احد السورسز اوف ايه اوف ديجيتال نويز اللي اتكلمنا عليها في اول محاضره خالص، ان قلنا ان في عندنا نويز سورسز موجوده من ضمنها قلنا حاجه اسمها الكاباسيتيف كابلنج. انا دلوقتي عندي واير ماشي وفي واير تاني ماشي جنبه وماشيين مسافه طويله جنب بعض، يبقى لو جينا حسبنا الكاباسيتنس ممكن يطلع السيجنيفيكانت كاباستور، وبالتالي اي تغيير على اي واير من الاثنين المفروض ان هو هياثر على الواير اللي جنبه، وده اللي كنا بنسميه احد سورسز اوف نويز عندنا في السيركت سايد. خلاص، يبقى احنا مطلوب مننا ان احنا نحسب الموديل بتاع كل واير وكمان نحسب ايه الكاباسيتنس اللي ما بين الوايرز وبعضها. اوكي، يعني حاجه بالشكل ده المفروض يبقى في عندي كاباسيتنس ما بين الواير الاولاني والكاباسيتنس ما بين الواير الثاني اللي هو الانتر واير ما بين الاثنين دول والانتر واير ما بين الاثنين دول، وبعد كده كل واير منهم يبقى فيه كاباسيتنس تو جراوند. بالاضافه ايه ان دي بس ده بس لو انا خدت في اعتباري الكاباسيتنس بس. طبعا لو خدنا في اعتبارنا الريزيستنس الموضوع بيبقى ايه اعقد واعقد. طبعا على حسب الفريكوانسي اللي انتوا بتشتغلوا عندها على حسب الكلام ده هيبقى سيجنيفيكانت ولا لا، ماشي؟ يعني ممكن نلاقي ان انا ار سي تايم كونستانت بتاع الداير دي صغير فمهتمش بالار خالص واكتفي بالكاباسيتنس بس. كل ما الفريكوانسي بتزيد بتضطر انك تاخد الار، والفريكوانسيز لو زادت كمان ساعات بنموديل الكلام ده بار وال وسي، نحط ال كمان اندكتورز، وساعتها يبقى الحاجات اللي بتدرسوها في المايكرويفز هي اللي بنستخدمها هنا بقى. يبقى احنا بنموديل الايه الواير اللي موجود ما بين اثنين سيركتس او اثنين ترانزستور اثنين جيتس، بنعمله وايرنج از ترانسميشن لاين. نستخدم خدت الترانسميشن لاين ولا لسه؟ يعني المفروض لما تاخد الترانسميشن لاين يبقى احنا هنيجي في ايه بنشيل بقى الدوائر دي ونحط مكانها ترانسميشن لاين. طبعا ده في الكورس بتاعنا از اكستندد يعني مش موجود في الكورس بتاعنا، لكن ايه في حاجات كتيره بنبدا لما نيجي نشوف بقى مسافه طويله هنمشيها على السيليكون وعندي فريكوانسي عاليه لازم كل الانتركونكتس دي يحصل لها موديلنج از ترانسميشن لاين، ونبدا نشوف ازاي ان احنا نعالج بقى المشاكل اللي انتوا بتشوفوها في المايكرويفز بقى لو لسه خدتوهاش، يعني الاتينيويشن والديسبيرشن والكلام ده، يعني بنعالجهم على الايه على السيليكون بتاعتنا بدوائر بقى، بنحط دوائر عندنا في الترانسميتر والريسيفر علشان احسن السيجنال انتجريتي ان ال1 يوصل 1 وال0 يوصل 0. فمع زياده الفريكوانسي وزياده الدايمنشنز بتضطر ان انت تموديل اكتر واكتر، يعني بدل ما تكتفي بس بكاباسيتنس بس، لا حط كاباسيتنس حط ريزيستنس حط اندكتنس وهكذا. هنا هو الكلام اللي احنا كنا بنقوله اهو، لو انا عايز اعمل ايه اول انكلوسيف موديل واحط فيه كل التاثيرات، لو انا الفريكوانسي عندي عاليه ومحتاج اخد في اعتباري كل الكلام ده زي ما انتم شايفين ممكن تتحول الدايره البسيطه اللي احنا كنا بندرسها ببساطه دي تبقى حاجه ايه مكلكعه كده. تمام، طيب احنا هنكلكع الموضوع بالنسبه لنا ولا لا في الكورس؟ المفروض ان احنا اكيد مش هنكلكع الموضوع، احنا بس ايه بناخد الاصل بتاع كل حاجه ونشوف ايه الليميتيشنز بتاعتنا وبعد كده نشوف احنا هنستفيد بالكلام ده في الكورس بتاعنا ازاي. فاحنا بنقول ان جنرال الواير ده اللي عايزين نطلع منه لغايه دلوقتي ان الواير ده ما هواش ايه ما هواش ايديال واير اني مور، ما هواش سنجل نود اني مور، ده ليه انبوت وليه اوتبوت وليه ايكويفالنت سيركت. الايكويفالنت سيركت دي ممكن تبقى كاباسيتنس بس، ممكن تبقى ريزيستنس وكاباسيتنس، ممكن تبقى ريزيستنس وكاباسيتنس واندكتنس، على حسب الفريكوانسي اوبريشن وعلى حسب المسافه اللي انت بتمشيها انت هتحدد انت محتاج ايه. اوكي طيب ايه الشكل ده يا شباب؟ الشكل ده بنسميه الايه كروس سكشن بتاع التكنولوجي، ماشي؟ طبعا المفروض الكلام ده انتوا تدرسوه اكتر في ماده الاي سي السنه الجايه، ماشي؟
بس احنا طبعا مهم بالنسبه لنا ان احنا عارفين ده. احنا بنتكلم ده بنسميه كروس سكشن اوف تكنولوجي. المفروض ان اي تكنولوجي في الدنيا بيبقى فيها مالتيبل لايرز، يعني غير اللايرز اللي احنا عارفينها المتعودين عليها بتاعه الترانزستورز الN بلس والبي بلس والاي والجيت والاوكسايد والكلام ده، بيبقى عندنا بقى اللايرز اللي بتعمل الانتر كونكتس اللي بتوصل الترانزستورز ببعضيها وتوصل الجيتس ببعضيها وتوصل السيركتس ببعضيها. فاحنا عندنا دي مثلا تكنولوجي 19 نانومتر تكنولوجي، فزي ما انتم شايفين فيها 6 ميتال لايرز، ميتال 1 وميتال 2 وميتال 3 و 4 و 5 6. ده نقدر نقول ان في عندنا 6 الومنيوم لايرز كان بي يوزد فور انتر كونكتس بتوين ديفرنت جيتس وبعضيهم. غالبا بنستخدم الميتال لايرز الصغيره او القريبه من الترانزستور. ده ترانزستور موجود هنا اهو، اوكي، وفي ويل هنا اهو. فعندنا ايه الميتال لايرز القريبه من الترانزستورز، هي دي اللي بنستخدمها فور ايه، فور حاجه بنسميها لوكال انتر كونكتس. ولما نطلع فوق بنتكلم عن حاجه بنسميها جلوبال انتركونكتس، عايز اوصل بقى من ايه، من البروسيسور للميموري، عايز اوصل من الادر، حاجات دوائر كبيره يعني عايز اوصلهم من بعضيهم. بنستخدم الميتال لايرز اللي فوق، والحاجات القريبه من بعض، الحاجات الصغيره الترانزستورز القريبه من بعض، بنستخدم الميتال السهل. طبعا تلاحظوا اني از اي جو اب ان ذا ستاك الويث بتاع الميتالز بيزيد، او الهايت بتاع الميتال بيزيد. ليه؟ لان انا ببقى عايز اقلل الريزيستنس بتاعته، صح؟ كل ما يدخن الميتال كل ما الريزيستنس بتاعته تقل. القانون القديم اللي احنا عارفينه ان الريزيستنس بتساوي روف ال على ايه، صح؟ وبالتالي يبقى انا كل ما اكبر الهايت كاني بزود الكروس سكشنال اريا، فبقلل الريزيستنس بتاعته، وبالتالي يقدر يستحمل تيار كبير ويقدر يمشي مسافات كبيره من غير ما يحصل فيه ايه، من غير ما يحصل فيه دروب. يبقى انا عندي الميتال لايرز القريبه دي هتلاقيها صغيره علشان اقدر اعمل اوصل الترانزستورز الصغيره والقريبين من بعض دي، وغالبا هيكون التيار قليل. اول ما ابدا اجمع تيارات كبيره وامشي مسافات طويله هضطر ان انا استخدم ايه، استخدم ميتالز اعلى. اوكي، طيب ده كده 90 نانومتر، ده 45 نانومتر. تلاحظوا ايه؟ عدد اللاير زاد، اوكي، وايه كمان؟ الرسمه دي تسكيل على فكره، فنلاحظ ايه كمان؟ يعني نلاحظ ان رغم ان عدد اللايرز بتاعت الانتر كونكتس بتاعتي زادت، نلاحظ ان الارتفاع قل، صح؟ ده معناه ايه؟ معناه ان الدايمنشنز بتاعتنا ذات نفسها صغرت، صح؟ الوايرز بتاعتنا بدل ما الارتفاع بتاعها زاد، الارتفاع بتاعها قل. يعني معنى كده ان في التكنولوجي دي الريزيستنس بتاعت الوايرز المفروض هتبقى ايه؟ هتبقى اعلى من التكنولوجي دي لو نفس التايب. طبعا لو الاثنين بيستخدموا الومنيوم، يبقى في الحاله الايه؟ يبقى في الحاله دي نقول ان انا الريزيستنس بتاعتي زادت. غير كمان ان المسافات ما بين اللايرز زادت، صح؟ قصدي المسافات ما بين اللايرز قلت، يبقى في الحاله دي كمان الكاباسيتنس ما بين لاير ولاير ايه؟ زادت، صح؟ معنى كده ان احنا كل ما احنا قاعدين بنسكيل اكتر، يعني احنا ده من 90 ل 45، لو رحنا 32 ولا 28 ولا 10 ولا 9، نلاقي ان ايه؟ ان الدايمنشن ساعتنا كلها عماله تصغر، وبالتالي الريزيستنس بتاعت الوايرز بتزيد والكاباسيتنس بتاعت الوايرز بتزيد، لان انا بقرب من الايه؟ بقرب من الجراوند اكتر، بقرب من السبستريت بتاعي. بنعتبر ان تحت ده هو الجراوند بتاعنا، فميتال 6 كان هنا بعيد عن الجراوند المسافه دي كلها، هنا بقى بعيد المسافه دي بس. اوكي، يبقى لو عايز احسب الكاباسيتنس بتاعت ميتال 6 لغايه الجراوند، الدايلكتريك ثيكنس بتاعنا قل، صح؟ وبالتالي الكاباسيتنس بتاعتي زاد. عشان كده بنقول ان ايه، از ذا تكنولوجي ادفانسز، كل ما بندخل في مور ادفانسد نودز، طول ما الدايمنشنز عماله تصغر، يبقى انا لازم هلاقي ايه؟ هلاقي ان الريزيستنس بتاعتي بتكبر وان الكاباسيتنس بتاعتي بتكبر، فما بقيناش نقدر نهمل الانتر كونكت وايرز او انتر كونكت بارازيتكس. دي الكلام اللي احنا بنسميه ده بنسميه بارازيتكس، ما نقدرش نهمله اني مور. ليه بارازيتكس؟ لان هو طفيلي، حاجه جايه لنا غصب عننا. احنا لا احنا عايزين الريزيستنس دي ولا احنا عايزين الكاباسيتنس دي، احنا عايزين الريزيستنس بصفر وعايزين الكاباسيتنس بصفر برضه، مش عايزين الكلام ده يكون موجود، وبالتالي هم جايين لنا غصب عننا فبنسميهم بارازيتكس. اوكي، فتاثير البارازيتكس ده عمال يسوء كل ما احنا نتقدم في الايه، في التكنولوجي بتاعتنا. اوكي، اي سؤال هنا؟ طيب الشكل اللي قدامنا ده شكل، احنا فاكرين احنا في اول محاضره خالص لما اتكلمنا عن الفرق ما بين الستاندرد سيلز او الكاستم فول كاستم ديزاين والسيمي كاستم ديزاين، وقلنا ان من ضمن اساليب السيمي كاستم ديزاين ان احنا نستخدم حاجه بنسميها ستاندرد سيلز، ان احنا بنروح للفاوندري نقول لهم ان احنا عايزين نستخدم التكنولوجي بتاعتكم، يروحوا مدينا الستاندرد سيلز مثلا في 90 نانومتر مثلا، يبقى اللي هو بيديك كل الاند والاور والناند والنور والاكس اور والفليف فلوبس بتاعتهم كلهم ايه انت بتستخدمه. اوكي،
وقلنا ان الموضوع بعد كده بيبقى اوتوميتد، بنستخدم اوتوماتيك تولز عشان خاطر تعمل حاجه بنسميها بليس اند راوتنج، صح؟ انها تحط الايه الستاندرد سيلز دي وتوصلهم ببعض وتعمل سينثيسز، وبعد كده بنصنع الموضوع كله اوتوميتد قلنا. فالشكل اللي قدامنا ده شكل ستاندرد سيل بليسمنت اند راوتنج. المفروض ان ايه الستاندرد سيلز لو انتوا واخدين بالكم ده اللي هو الاشكال دي، هي عباره عن ستاندرد سيل، سيل A، سيل B، سيل C، D، E، ودي صف تاني من الستاندرد سيلز. الستاندرد سيلز لما بتيجي، لو حد منكم بص على لاي اوت بتاع ديجيتال سيركت معموله ستاندرد سيلز هتلاقيها مترصصه كده ايه ورا بعض. هو انتوا ما بتدخلوش على ال ام اس، ال ام اس في ال ام اس سيستم اللي عندكم تقدروا تخش عليه، وانا حاطط عليه السلايدز يعني. نعم lms.eng.asu.edu.eg موجوده. شايف حد معاه سلايدز يعني، فانا استغربت شويه. anyway انا مش هبعت لك خلاص، انا هابلود على الام اس على طول يعني. ماشي، السلايدز ما فيهاش تغيير يعني، فيعني معاك السلايدز القديمه اتس اوكي. طيب المهم يعني السلايد دي هدفها يوريك ايه، بيوريكوا شكل اللاي اوت في الاخر بتاع ديجيتال ايه ديجيتال سيلز او ديجيتال سيركت معموله بالاوتوماتيك بليسمنت اند راوتر. فبيبقى عندنا صفوف كده من الستاندرد سيلز اللي هو الصفوف دي، اوكي، وبعد كده في النص بقى في عندنا حاجه اسمها راوتينج شانل. يعني المربع اللي تحت ده او المستطيل اللي تحت ده ستاندرد سيلز، واللي فوق ده ستاندرد سيلز، وفي النص عندنا الراوتينج شانلز اللي بتوصل السيلز ببعضيها. بيجي يحط شويه ميتال لايرز هوريزونتال وشويه ميتال لايرز فيرتيكالز عشان يوصل. يبقى مثلا الراجل ده كده وخارج من هنا واصل بده، مثلا ده خارج من هنا واصل بده، ده خارج من هنا واصل بده، اوكي. يبقى انا عندي السيلز اتوصلت ببعض عن طريق الراوتينج شانلز، اوكي. والفي دي دي والجراوند هيبقوا ماشيين على ايه، على كل السيلز بتاعتنا مشتركه ما بينهم كده، ده الفي دي دي والجراوند الخطين دول. طيب ايه هدفنا هنا؟ هتلاقي ان انا ايه الكلام اللي انا كنت لسه قايله من شويه، ان انا عندك ام 1 اللي هو اول ميتال لاير بيستخدم في الهاي دنسيتي سيلز انسايد او بتوين ذا سيلز. يبقى انا عندي ايه الميتال 1 ده هو اللي بيستخدم جوه السيل، بيوصل الترانزستور بالترانزستور اللي جنبه، الحاجات اللي ايه الحاجات اللي جنب بعض قوي بنستخدم ميتال 1 ده. وبعد كده الميد لايرز ليتس سي مثلا ميتال 2 و 3 و 4 بيستخدم ثيكر اند وايدر، بيستخدم في الانتر موديول في فور انتر موديول، يعني ما بين ايه واحد من دول ودول ممكن تلاقي دول ميتال 2 وميتال 3 وميتال 4 هو اللي بيستخدم في الايه في الكونكشنز ما بين الستاندرد سيلز وبعضه. وبعد كده تلاقي التوب لايرز بقى اللي هم بقى مثلا ميتال 5 وميتال 6 بيستخدموا في الفي دي دي والجراوند والكلوك ديستريبيوشن اللي هي الايه الجلوبال بقى ايه الجلوبال انتر كونكتس. الفي دي دي اللي داخل على الجيتس كلها، الجراوند اللي داخل على الجيتس كلها، الكلوك اللي داخل على الجيتس كلها، دي حاجه بتمشي مسافات طويله وبيمشي فيها تيار كبير، وبالتالي بنستخدم اتخن ميتال لاير موجود عندنا واعلى واحد برضه عشان نقدر نوصله لايه لكل حاجه. فده بس مجرد فكره ان احنا ايه الميتال لايرز دي بنعمل فيها ايه. اوكي طيب نبدا نحسب بقى الكاباسيتنس بتاعتنا والريزيستنس بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. اوكي فاحنا لو انا جيت عندي ميتال لاير اهو، ده ميتال لاير اهو، وده السبستريت بتاعنا اللي هي الويفر بتاعتنا، وفي الدايلكتريك ما بينهم اللي هو السيليكون دايوكسيد. فاحنا عارفين ان الشكل ده على طول هيعبر عن ايه، هيعبر عن باراليل بليت كاباستور. ميتال ماشي ما بين وايه ما بينه وبين السبستريت اللي بنعتبره كانه الكوندكتور الثاني، وفي النص في ايه في دايلكتريك موجود. يبقى عايزين نحسب الكاباسيتنس. ايه الكاباسيتنس بتاعت اي باراليل بليت كاباستور؟ ايبسلون في الاريا على الايه على الديستنس، صح؟ الديستنس هي الثيكنس بتاعتنا، الثيكنس بتاع الدايلكتريك، اوكي. والابسلون هيبقى الابسلون بتاع الدايلكتريك برضو اللي هو سيليكون دايوكسيد اللي هي 3.9، اوكي. والاريا هتبقى الدبليو في اللينث، صح؟ يبقى انا كل ما اكبر الويث واكبر اللينث بتاع الايه بتاع الانتر كونكت بتاعي كل ما الكاباسيتنس ايه هتزيد. فالموضوع ببساطه كده ان انا عندي ايه البارلل بليت كاباسيتنس الموجود معايا هو عباره عن الابسلون في الاريا اللي هي دبليو في ال على الارتفاع بتاع الدايلكتريك، ما فيهاش اي مشكله دي، صح؟ فده قانون قديم احنا عارفينه، تمام. طيب الفكره كلها ايه؟ ان احنا زمان كان عندنا ال الدايمنشنز بتاعتنا اللي هي كنا بنقول مثلا 130 نانومتر تكنولوجي او 350 نانومتر تكنولوجي، يعني اصغر ويدث ممكن ارسمه هو ال 130 ده او ال 350، صح؟ فالويدث ده كان ستيل كبير مقارنه بالارتفاع. احنا شفنا ان الارتفاع صغر ما بين تكنولوجي والتانية، بس واقع الامر ان الارتفاع صغر، بس ات ذا سيم تايم الدايمنشنز اللي حضرتك بقيت بتقدر ترسمها على الايه على التكنولوجي صغرت كمان. فانا لما اجي اقول ان انا كان زمان الدايمنشنز بتاعتي كبيره،
فنقدر نقول ان الارتفاع بتاعنا كان insignificant مقارنة بالايه بالويث بتاع الواير بتاعي. لكن في التكنولوجيز الجديدة انا نزلت بقيت 10 نانومتر او بقيت 5 نانومتر او بقيت 12 نانومتر, فالايه فالويث بتاعي صغر قوي, فبقى كومباربل للارتفاع بتاعي. ده اكشوالي في المودرن تكنولوجيز الارتفاع بقى اكبر من الايه بقى اكبر من الويث. يعني الرسمه اللي هي كانت مرسومه هنا دي انا كنت ده الويث بتاعي وده الارتفاع, ما فكرتش اصلا ان الارتفاع ده هيعمل معايا ايه, صح؟ وبالتالي انا عملت الكاباستور كبارل بليت كاباستور وخلاص. لكن لو احنا الراجل ده الويث ده صغر والارتفاع ده بقى كبير بالنسبه لنا, البارل بليت كاباستور مش هيبقى هو السيجنيفيكانت. مين اللي هيبقى سيجنيفيكانت؟ اللي بنسميه فرينجينج كاباستور, اللي هي خطوط الفيلز اللي هتجيلي من الجناب. انا عندي ايه الشكل بتاعنا الجديد بقى الواير شكله كده, فالبارالل بليت فيلدز او الالكتريك فيلد اللي جاي نتيجه الايه الاريا هيبقى صغير او هيبقى نسبه صغيره مقارنه بالايه مقارنه بالفيلدز اللي جايه لي من الجناب. فنقدر نقول ان الفرينجينج كاباستور هنا هيبقى اكثر اهميه او هيبقى سيجنيفيكانت او هيبقى مقارن بالايه بالبارالل بليت كاباستنس. وبالتالي لازم نعمل في اعتبارنا ان اي كاباستور بقى فيه جزء جاي من البارالل بليت وجزء جاي من الايه وجزء جاي من الفرينجينج. هنعمل ايه في الموضوع ده؟ المفروض ان احنا كنا ايه المفروض الكلام ده كنا بنعمله زمان في اعدادي, بس انا مش مهتم قوي ان احنا نفتكر مع بعض كنا بنعمله ازاي. كنا المفروض كنا بنحسب الالكتريك فيلد بتاع ايه بتاع واير حوالين بارل بليت والكلام ده, مش ده كلام كنت بتعمله في اعدادي لما درسته جاوس لو؟ لما درسته جاوس لو زمان كنت بتقعدوا تعملوا اكزامبلز كده بوينت حوالين بارل حوالين انفينيت جراوند لاين ورد حوالين انفينيت جراوند لاين وحاجات دي. فالمفروض ان دي قوانين كنا خدناها في اعدادي يعني. فاحنا عندنا قانون بتاع الرد حوالين الجراوند لاين هو القانون اللطيف, اوكي, وده القانون بتاع البارال بليت العادي بتاعنا, اوكي, ايبسلون في الاريا على الايه على الثيكنس. بس هنا بدل ما بنعمل الاريا الكاباستنس اللي محسوبه هنا دي هي الكاباستنس بير يونت لينكث, اوكي. فبدل ما بنضرب في الاريا بنضرب في الايه في الويث بس, ويبقى اللينكث بتاعنا ده الكاباستنس بير يونت ايه بريت لينث. يعني القيمه دي هنضربها في اللينث بتاع الواير يدينا قيمه الكاباسيتنس بكام. طب ايه اللي مكتوب هنا؟ بيقول لك يعني ان احنا لما بندخل في الايه في التكنولوجيز الجديده ال W على ال H دي بقت اصغر من واحد, وبالتالي الفرينجينج فيلد وي هاف تو اكاونت فور. فالطريقه اللي احنا بنعمل بيها الابروكسيميشن بتاعنا ان احنا بنقول ان الواقع بتاعنا ان انا بدل ما بقى عندي الويث W بقى عندي W ماينس H على 2 ده الايفكتيف بارلل بليت, وبيبقى عندي ال H ده هو ده الايه الفرينجينج فيلد. الاتش ده هو الارتفاع, يعني كاني بعتبر ان في سيلندريكال واير كده الدايمتر بتاعه اتش, وبعتبر ان انا في عندي بارال بليت الدايمتر بتاعته دبليو ماينس اتش على 2, ماشي. فده ابروكسيميشن بقى ابروكسيميت الشكل ده للاثنين دول, وبحسب البارال بليت من هنا وبحسب الايه الفرنجنج من هنا, ويبقى ده مجموع الكاباسيتنس. طبعا تاني يا شباب كون ان احنا بندرس اصل الحاجه ده لا يمنع ان احنا في الاخر هيبقى الكلام بالنسبه لنا ايه زي ما عملنا في الموس ترانزستور. موس ترانزستور احنا شفنا اصل كل كاباستور ايه ومعادله كل كاباستور ايه وجايه من فين, بس في الاخر هنيجي نقول ان بما ان الكلام ده كله تكنولوجي بارامترز مش ديزاين بارامترز, ماشي. يعني احنا لو بصينا في المعادله دي ايه اللي ديزاين بارامتر اللي في ايدينا, ماشي. يعني الابسلون ده الدايلكتريك كونستانت, اصلا مش انت اللي بتختار الدايلكتريك كونستانت. الارتفاع اي حاجه في الزد دايركشن او في الفيرتيكال دايركشن ده مش في ايد الديزاينر, ده في ايد برضو التكنولوجي, وبالتالي الارتفاع ده برضو مش في ايدك, ماشي. والاتش دي اللي هو برضو الارتفاع ده مش بايدنا, وبالتالي لو انتوا بصيتوا في المعادله دي هتلاقوا ان كل حاجه ايه كل حاجه تكنولوجي بارامتر وما فيهاش غير حاجه واحده بس هي اللي ايه هي الديزاين بارامتر اللي هي الويث بتاعه. وبالتالي احنا كنا ان احنا بنفهم اصل الكاباستور في ايه ده بس عشان نفهم, لكن في الاخر لما هنيجي نطبق الكلام ده كديزاينر مش كراجل بتاع فاوندري هيعمل ايه؟ هنديك الكاباستنس بير يونت ويث تضربه في الويث, صح؟ يعني في الاخر كل الكلام التكنولوجي ده بيتجمع في قيمه ايه تكنولوجي بارامتر بيبقى موجوده في الايه بتبقى موجوده في الديزاين كيت بتاع التكنولوجي, بتدخل تجيب الكاباستنس بير يونت ويث وتضربه في الويث, اوكي. لكن اصله هو ده اصله يعني, اوكي. يبقى احنا عرفنا ان في عندنا بارل بليت كاباستنس, عرفنا ان في عندنا فرينجينج كاباستنس, وعرفنا اصلهم جاي من فين وان هم مهمين الاثنين في الايه في المودرن تكنولوجي. لكن انا لما اجي اشتغل في الاخر هدور على ايه؟ هدور على الكاباستنس بير يونت ويث اللي انا هستخدمها على طول, اوكي. طيب احنا كده خدنا البارل بليت وخدنا الفرنج ودول المعادلتين اللي كتبناهم, ناقص كمان ان انت يبقى عندك الانتر واير بقى اللي هو ما بين اتنين ايه اتنين ميتال لايرز جنب بعض على نفس اللاير, اوكي.
احنا اللي احنا حسبناه ده كله كان من ميتال لاير لغايه السبستريت، لكن لو ميتال لاير جنبيه ميتال لاير تاني يبقى انت محتاج تحسب الايه الانتر واير كاباسيتنس اللي هو هيبقى الابسلون دايلكتريك برضو في الاتش في ال. هنا بقى بدل ما بتاخد الكروس سكشن اريا اللي تحت هتاخد الكروس سكشن اللي في الجنب، عشان كده خد الاتش في اللينث اللي هو جوه السبوره على المسافه ما بين الاثنين ايه ما بين الاثنين وايرز. كلام مكلكع قوي بس احنا في الاخر هنشوف احنا ايه عمليا بنعمل ايه. يعني مفيش حد ايه مفيش حد سيركت ديزاينر بيعمل ديزاين لترانزستور او لانفرتر او لاند جيت وناند جيت هيقعد يكتب المعادلات دي اكيد يعني. ماشي، بنعمل ايه بقى؟ قبل ما نشوف بنعمل ايه تعالوا بس نشوف تاثير السيجنال على قيمه الكاباسيتنس. ماشي، على الانتر واير كاباسيتنس مينلي. دلوقتي انا عندي واير A واير B، واير A واير B، اوكي دول اتنين وايرز ماشيين جنب بعض، وبالتالي في ما بين A تو جراوند كاباسيتنس، في ما بين B تو جراوند كاباسيتنس، وفي ما بين A وB اللي هي الانتر واير كاباسيتنس اللي احنا هنا سميناها ادجيسنت كاباسيتنس، سي ادجيسنت. اوكي اوكي، كل كاباستور كل واير من دول هيشوف كاباسيتنس هي عباره عن السي جراوند زائد جزء من ده. لو انا عايز احول كل الكاباستورز بتاعتي لكاباستور تو جراوند، لو انا عايز احول كل الكاباسيتنس بتاعتي كاباستورز من النوت تو جراوند، يبقى انا باخد الكاباسيتنس اللي هو سي جراوند ده زائد بشوف الادجيسنت ده قد ايه منه بيظهر سيجنيفيكانت عند ايه وقد ايه منه بيظهر عند بي. اوكي، فهندرس ثلاث مع بعض ثلاث حالات، هندرس مع بعض ثلاث حالات. لو انا جيت قلت لكم ان A وB الاثنين دول عليهم نفس السيجنال، يعني الاثنين بيطلعوا مع بعض هاي والاثنين بينزلوا مع بعض لو، يبقى سي ادجيسنت دي بكام؟ يبقى سي ادجيسنت اف سي ادجيسنت افكتيف بصفر. اوكي، يبقى لو الاثنين بيتغيروا مع بعض، لو A وB بيطلعوا مع بعض وبينزلوا مع بعض، يبقى في الحاله دي ايه السي ادجيسنت افكتيف دي هتبقى بصفر نتيجه ان ايه مفيش اي شحن او تفريغ للكاباستور. اوكي، طيب لو افترضنا ان B جراوند و A هي اللي عماله تتغير، يبقى سي ادجيسنت افكتيف علاقتها ايه بسي ادجيسنت؟ هي هي صح. ليه؟ لان دلوقتي B بقت بالنسبه لي هي كمان جراوند، فكان السي ادجيسنت افكتيف دي كلها ظهرت للايه للجراوند. طيب لو الاي بتطلع والبي بتنزل، يعني اي هاي وبي لو، اي لو بي هاي، يبقى السي ادجيسنت افكتيف بكام؟ بتبقى 2 الكاباسيتنس بتاعتها. تاني كده، هم دول الثلاث حالات اللي مكتوبين هنا، دول الثلاث حالات اللي مكتوبين هنا. لو بي تعتبر جراوند كونستانت فولتج، كونستانت فولتج يعني اي سي جراوند، يعني ممكن تكون في دي دي او تكون جراوند او تكون اي دي سي ليفل ثابت، يبقى في الحاله دي كل الكاباستور ده اللي هو سي ادجيسنت هيظهر تو جراوند، فسي ادجيسنت افكتيف هيساوي ايه؟ هيساوي سي ادجيسنت. لو A وB بيتحركوا مع بعض الاثنين بيزيدوا مع بعض، يبقى الكاباستنس ده اللي ظاهر ما بينهم كانه بصفر، لان الكاباستور ده ما فيهوش فرصه انه يشحن، يبقى سي ادجيسنت افكتيف بصفر. اما لو واحد بيطلع والتاني بينزل، فانا بيبقى عندي دبل الايه؟ دبل الفولتج اللي بيحصل، فيظهر كان الكاباستور عندي دبل الايه؟ دبل الكاباستنس، فالسي ادجيسنت افكتيف هيساوي 2 ايه 2 سي ادجست. يعني انا لو جيت قلت لك احسب لي الكاباسيتنس ما بين A وجراوند، يبقى انت في الحاله دي لازم تعرف B بيحصل فيها ايه. سي جراوند دي نقدر نحسبها عادي، B بقى تشوفها ثابته ولا بتتغير معايا ولا بتتغير عكسي عشان اشوف الكاباسيتنس دي موجوده فيها. اوكي، اي سؤال هنا؟ اتفضل. اي دي سي كونستنت، حاطط في دي دي، حاطط جراوند، حاطط اي فاليو كونستنت، فكانك حاطط حاجه بنسميها اي سي جراوند. وفي الانالوج موجوده طبعا. هو ده يا شباب شبيه قوي بميلر افكت، لو انتوا عارفين ميلر يعني. خدتوا ميلر افكت؟ فده شبيه قوي بميلر افكت. فانا لما يكون عندي الجين ما بين الاثنين دول يعني واحد وماينس واحد، فيطلع الجين بواحد، اوكي؟ فانت عندك واحد ماينس 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 واحد اللي هي بيطلع لك اثنين. في قانون ميلر يعني، لو انا عايز انزل الكاباسيتنس ما بين النقطتين دول انزلها في واحده، فاما الجيم بصفر يا اما الجيم بواحد، فيطلع لك القيمه موجوده فيه. اوكي، ولا مش ماشي الكلام ده؟ ولا ميلر ما بتحبوش اصلا؟ مش فاكرين. لا، ما هنا مفيش جين كبير، لا ميلر من غير جين كبير. عم نقول شبيه بميلر، ان انا عندي كاباستور ما بين تو نودز وعايز انزله لتحت يعني. اوكي، طيب طب انا دلوقتي عندي اتنين سيجنالز جنب بعض وما بينهم كاباستور وبيأثروا على بعض، التأثير ده هيختلف اذا كانت السيجنال التانية دي فري او درايف، دريفن
فري او دريفن يعني ايه؟ يعني انا لو جيت عندي واحد عباره عن الاوتبوت بتاع انفرتر والسلك الثاني فلوتنج يعني الانفرتر اللي بيدرايفه مقفول مثلا، في الحاله دي ده بنقول ان هو ايه فري صح، وبالتالي اي تغيير هنا متوقعين يعمل ايه على الراجل الفري ده؟ تاني انا عندي خطين، عندي تو وايرز ماشيين جنب بعض، الواير ده متوصل باوتبوت بتاع انفرتر، انفرتر قوي عمال ايه ياثر في السيجنال ده، والواير الثاني مش متوصل بحاجه. تعالوا نفترض ان هو فلوتنج واير، فاير واير كده ماشي، والراجل ده بيتحرك ما بينهم كاباسيتنس، تفتكروا هيحصل ايه للفلوتنج ده؟ هيتاثر كتير ولا قليل؟ مش هيحصل له ايه بالظبط؟ هيتاثر كتير ولا قليل؟ كتير. طب لو كان الواير الثاني ده واصل بانذر انفرتر كبير برضه، يبقى الخط ده هيتاثر كتير ولا قليل؟ بس فده اللي احنا عايزين نوصله، الفرق ما بين ان يكون الواير فلوتنج او يكون فري وان الواير يكون ايه دريفن. هل تاثير الانتر واير كاباسيتنس ده بيختلف ولا ما بيختلفش؟ وده اللي موجود هنا. انا بيبقى عندي اثنين وايرز، بسمي واحد الاجريسور وبسمي واحد الفيكتيم. اجريسور يعني هو ده المعتدي، يعني هو ده اللي بيأثر على الثاني، والفيكتيم ده اللي بيتاثر. فاحنا لو جينا نشوف واحد ايه، واحد اجريسور واحد فيكتيم، وحطيت السي ادجيسنت دي اللي هي الكاباسيتنس ما بيننا، والفيكتيم ده في كاباسيتنس تو جراوند اسمه سي جراوند. فايه الدلتا فيكتيم، الدلتا فولتج الفيكتيم اللي هتحصل؟ قانون بتاع الكاباسيتور ديفايدر، ان انا عندي الدلتا في اللي هتظهر هنا هي عباره عن السي ادجيسنت على السي ادجيسنت بلس سي جراوند في الدلتا في اجريسور. يبقى الدلتا اللي هتحصل هنا هيوصل منها كميه هنا بمقدار الكاباسيتور ريشيو اللي هنا، سي ادجيسنت على مجموع الكاباسيتورز. خلاص، يبقى انا لو في حصل عندي دلتا هنا هتظهر هنا. الكلام ده يحصل، الكلام ده فاليد امتى؟ فاليد لو كان الواير الثاني ده از كومبليتلي ايه فري، كومبليتلي اندريفن، مش بيتاثر بحاجه ثانيه. فلو واير كده مش بيتاثر بحاجه ثانيه اوكي، ورحت مغير بالشكل ده الثاني ايه هيتاثر بيه. الكلام ده بالذات هيظهر معانا في الايه، في المنهج كتير لما ندخل في الدايناميك، الدايناميك لوجيك، لان الدايناميك لوجيك بيعتمد اصلا على فلوتنج كاباسيتورز اوكي. فبالتالي هنلاقي ان الفلوتنج كاباسيتورز دي اي حاجه معديه جنبها هتاثر ايه، هتاثر عليها ماشي. فلما ندخل في الدايناميك لوجيك ان شاء الله هيبقى نرجع للنقطه دي تاني، ان انا دايما عندي اي فلوتنج كاباسيتور في الدنيا اي سيجنال معديه جنبه هتاثر ايه، هتاثر عليه بالكاباسيتور ديفايدر ريشيو اللي موجوده. فلو الراجل ده كان كومبليتلي فري يبقى الدلتا في اجريسور دي هيظهر منها هنا المقدار ده. طبعا لو السي ادجيسنت دي كبيره قوي، يعني لو هم ماشيين مع بعض مسافه كبيره، يبقى في عندي كميه كبيره هتظهر على الايه، على الواير التاني. وده اللي مرسوم في السلايد دي. انا الاجريسور بتاعي حصل فيه تغيير 1 فولت لما كان الراجل ده اندريفن، وانا كنت فارض ان الاثنين زي بعض يبقى الايه الكاباسيتنس متساويه. ف 50% من الايه، 50% من الاجريسور فاريشن ده ظهر على مين؟ ظهر على الفيكتيم اوكي. لو سي ادجيسنت وسي جراوند بيساوي بعض، يبقى 50% من الدلتا اللي حصلت على الاجريسور هتروح على الايه، على الفيكتيم بتاعي. وده اللي مرسوم عندنا في الشكل. لو بدات بقى اشوف سايزز ثانيه، سايزز ثانيه الايه بقى، ان انا بقول ان الواير الثاني الفيكتيم ده بدل ما هو كان اندريفن وفري، لا ده انا هعمله درايفر ثاني. الدرايفر ده يا اما حجم الدرايفر بتاع الاجريسور، يا اما نص الدرايفر بتاع الاجريسور، يا اما ضعف الدرايفر بتاع الاجريسور. ده اللي موجود هنا. الفيكتيم مستخدم هاف سايز درايفر، مستخدم ايكوال سايز درايفر، مستخدم دبل سايز درايفر. اذا كان ده بيطلع فيه 50% لما استخدمت بس نص الدرايفر طلع لي 16% من السيجنال، لما استخدمت ايكوال سايز طلع 8%، دبل السايز طلع ايه 4%. بس طبعا دبل السايز دي هتبقى المشكله فين؟ ان الثاني هو دلوقتي اللي بقى ايه، الثاني هو اللي بقى الفيكتيم وانا اللي بقيت الاجريسور. يعني لما نستخدم درايفر في الفيكتيم اكبر من الدرايفر بتاع الاجريسور، يبقى العمليه اتعكست، الفيكتيم هو اللي هيبقى اجريسور والاجريسور هو هيبقى فيكتيم اوكي. فده هنا معناه ان احنا في عندنا مشاكل نتيجه الانتر واير كاباسيتنس دي، وبتظهر عندنا في السيميليشنز. غالبا الكلام ده كله احنا بنعملوش بايدينا، احنا بنبص عليه في السيميليتور. فانت دايما كده لما تيجي عندك الكلام ده وتبدا تشوف السيميليشن وتبدا تاخد في اعتبارك تاثير اللي اوت بقى والترانزستور شكلها عامل ازاي والكاباسيتورز اللي موجوده، يبقى من اكيد هيطلع لنا ايه، هتبدا يطلع عندك ايه بالسز كده موجوده في حتت كتيره، سببها هو الكاباسيتيف كابلنج اللي جاي من الانتر واير كاباسيتنس. اتفضل. لو جراوند، ما لو جراوند خلاص بقى، لا هو هاف سايز درايفر يعني في انفرتر بدرايفر، مش جراوند. يعني لو جراوند خلاص المفروض ان هو مش هيتاثر اصلا. ماشي، ممكن يكون السيجنال عايزه تروح زيرو. يعني انت لو انت سيجنال عايزه تروح واحد، احنا مش هنرسم الرسمه دي اصلا، ان الاثنين هيطلعوا مع بعض.
انت عايز تخلي في درايفر عايز يطلع واحد هاي والدرايفر عايز يطلع التاني لو، فبدل ما بيطلع لو بيحصل له ايه البلس دي، فبيطلع عليه بلس وبعد كده ينزل لو. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ بصوا المعادله السلايد دي بتقول احنا بنحسب الكاباسيتنس دي ازاي براكتيكالي. براكتيكالي لان الكلام اللي احنا قاعد بنقوله ده كلام مكلكع بالنسبه لاي ديجيتال ديزاينر او اي سيركت ديزاينر يعني. فاحنا براكتيكالي بنعمل ايه؟ اول حاجه في عندك حاجه اسمها رابيد راف كالكوليشنز. لو انت ما عندكش اي معلومات وبتاع وعايز تجيب ايه فاليو بسرعه كده الواير اللي انت عملته ده الكاباسيتنس بتاعته قد ايه، ذا اول راف كالكوليشن هنستخدم 0.3 فيمتو فاراد لكل ايه لكل مايكروميتر لو انت مستخدم المينيمم ويث واير في التكنولوجي بتاعتك. ماشي، يعني لو التكنولوجي بتاعتك 90 نانومتر وانت مستخدم الوايرز 90 نانومتر يبقى ايه، يبقى تستخدم 0.3 فيمتو فاراد لكل مايكروميتر هتمشي. ماشي، يبقى لو عملت واير 1 مايكروميتر بس بالويث بتاعه 90 نانومتر في تكنولوجي 90 نانومتر يبقى الكاباسيتنس بتاعته رافلي 0.3 فيمتو فاراد. لو رحنا 45 نانومتر وانت عملت 45 نانومتر مشيت 1 مايكروميتر يبقى رافلي برضو 0.3 فيمتو فاراد. يبقى لو عملت واير بمينيمم دايمنشنز عندك في اي تكنولوجي رافلي ممكن تقسيوم ان الكاباسيتنس بتاعتنا كام، 0.3 فيمتو فاراد لكل مايكروميتر هتمشي. اه هتضرب بقى بروبورشنال اريا، لو انت مستخدم المينيمم ويتس هتستخدم 0.3، لو زودت دبلت الويتس هتدبل الرقم، عملت كوادرابل الويتس هتكوادرابل الرقم وهكذا. اوكي، فده اول ايه اول رول اوف ثامب لو انت عايز تحسب كاباسيتنس كده بسرعه، لو انت عايز من الاول خالص كده تحسب كاباسيتنس. تاني حاجه بنعملها هي بنستخدم الايه حاجة بنسميها الكاباسيتنس تيبلز، ودي اللي هنبص عليها السلايد الجاي. الكاباسيتنس تيبل دي هو ده اكتر حاجة بنستخدمها، يعني انت ايه بتبقى انا هصنع في تي اس ام سي 90 نانومتر يبقى انت بيبقى عندك حاجة جوه البي دي جي بتاعتك اسمها الكاباسيتنس تيبل. تي اس ام سي بتبعت لك حاجة اسمها الكاباسيتنس تيبل تقول لك الكاباسيتنس بتاعت كل ميتال لاير تو جراوند كام، الكاباسيتنس بتاعت كل ميتال لاير للميتال اللي جنبه كام وهكذا. فانت حضرتك بتروح فاتح الكاباسيتنس تيبل دي تيستيميت الايه تقسمت الكاباسيتنس بتاعتك بكام. اوكي، فدي تاني حاجه ما ممكن نعملها لو انا عايز احسب قيمه الكاباسيتنس كده. تالت حاجه ممكن نعملها هي اللي احنا بنستخدم الاكستراكشن تولز. احنا اتفقنا مع بعض لما بنعمل الفول كاستم ديزاين انك بعد ما بتعمل السيركتس وبترسم اللاي اوت كنا بنعمل حاجه اسمها دي ار سي وال في اس اللي هو تتاكد ان الدنيا شغاله مظبوط. في حاجه ثالثه بنسميها بارازيتك اكستراكشن. بارازيتك اكستراكشن دي ان انت بتشغل تول، دي بقى ليها تول مخصوصه بلايسنس مخصوصه انه يدخل على اللاي اوت بتاعك ده ويبدا هو اكستراكت بقى، يطلع لك الريزيستنس على كل واير ويطلع لك الكاباسيتنس على كل واير ويديك ايه فايل كبير كده مليان كل الريزيستورز والكاباسيتورز على كل الوايرز بتاعتك، بحيث ان انت تعمل حاجه بعد كده بنسميها بوست لاي اوت سيميليشن، انك تري سيميليت الدوائر بتاعتك وانت واخد في اعتبارك الايه وانت واخد في اعتبارك البارازيتكس دي، واخد في اعتبارك الريزيستورز والكاباسيتور. اوكي، فلو انت مش عايز تقسميت حاجه بايدك وعايز بس تعتمد على السيميليتور يبقى الخطوه اللي انت لازم تعملها في اي شغل في حياتك سواء انالوج او ديجيتال انك بعد ما بترسم اللاي اوت لازم تعمل حاجه بنسميها ايه بارازيتك اكستراكشن، وتعمل حاجه اسمها بوست لاي اوت سيميليشن، انك تسيميليت على الواقع الموجود بقى وانت واخد في اعتبارك كل الانترنت إيه؟ كل الانتر كونكت كاباسيتورز وريزيستورز كل الانتر كونكت بارازيتكس. اوكي، فده بيتعمل ازاي؟ ان هو بيكون الايه التول بقى سواء منتور او كيدنس مثلا او الفاوندري عاملين بيعملوا يعني دايمنشنز مختلفه واشكال مختلفه للانتر كونكتس ويعملوا لها ايه فيلد سيميليتورز ويطلعوا القيم دي وهكذا، ويبقى عندهم جداول هم جوه التولز بتاعتهم بتطلع القيم دي على طول. والله بقى لو انت مش عاجبك الكلام ده كله وعايز حاجه ادق من كده لان دي برضه ستيل ابروكسيميشن، الحل الاخير هو الايه هو الفيلد سولفرز. عارفين الفيلد سولفرز؟ لسه ما خدتوش اي حاجه بفيلد سولفرز؟ سمعتوا عن اتش اف اس اس؟ سمعتوا عن سونت؟ عن اي ماكس؟ في شويه تولز كده بنسميها فيلد سولفرز، دي المفروض ان هي بتدخل تحل ماكسويلز ايكويشنز على حاجه اسمها فاينايت اليمنت، بترسم يعني الايه ماشي. فالفيلد سولفرز دي المفروض ان انت بيرسم بقى الماجنتيك فيلد والماجنتيك فيلد كل الدايمنشن لكل الاشكال اللي انت راسمها وتعمل. غالبا ده انتوا هتلجؤوه مثلا ممكن في ماده المايكرويفز ولا حاجه، ممكن الناس منكم اللي هتتخصص ار اف وعايزه تشتغل في حاجات الفيري هاي سبيد دي بيبقى عاده ان احنا بنرسم
اندكتورز مثلا على السيليكون او شويه كاباسيتور على السيليكون ونرن الايه الفيلد سولفر ده علشان خاطر بايه يطلع لنا الاكزاكت ماجنتيك فيلد شكله ازاي والاكزاكت الكتريك فيلد شكله ازاي ومنه نقدر نطلع الايكويفالنت كاباسيتنس وريزيستنس واندكتنس. طبعا متخيلين ايه احنا ده كده تصاعدي في الايه في صعوبه الكمبيوتيشن. كل ما ننزل تحت كده بقى الكمبيوتيشن اصعب. يعني اول واحد ده 0.3 فيمتو فاراد في المايكروميتر سهل ان افتح جدول واطلع قيمه سهل ان انا اشغل البارازيتيك اكستراكشن ده يبقى انا مستخدم تولز ومستخدم هنا بنسميها 2.5 او 3 دي فيلد سولفرز يطلع الارقام دي. طبعا ده بقى بيكون ايه ده الموست اكوريت. بس ده طبعا لو انت متخيل انك هتقدر تعمل فيلد سولفر على مليون ترانزستور مثلا استحال. يعني فيلد سولفر ده غالبا بتعمله للحاجات الكريتيكال قوي. لو انت بتعمل انتنه مثلا على الايه على السيليكون بتاعتك, لو انت بتعمل كويل, لو انت في حته فيري سنسيتيف في الايه في الفريكوانسي, هي دي الحاجات اللي نقدر نعملها فيلد سولفر. لان الفيلد سولفر ده از فيري كومبيوتيشنال انتنسي, يعني بياخد ايه بياخد وقت كتير في الايه على الكمبيوتر بتاعتكم. اي حد هيشتغل في الموضوع ده هتلاقي ايه مثلا يسيب الكمبيوتر شغال 3 4 ايام مثلا عشان يخلص ايه الفيلد سولوشن. يعني بياخد وقت كبير, يعني فيري ايه فيري كومبيوتيشنال انتنسيف. اوكي طيب يبقى احنا غالبا في الديجيتال مش هنستخدم الراجل ده. الراجل ده لما تيجوا بقى لو حد منكم غالبا بيكون في عندكم بونص في اخر في المشروع بتاع اخر السنه, لو رسمتوا اللي اوت وعملتوا بوست لي اوت سيميليشن بيبقى في بونص على المشروع. فلو حد منكم يعني رسم اللي اوت في الاخر وعمل بوست لي اوت سيميليشن يبقى هيستخدم الطريقه الثانيه دي. الطريقه الثانيه دي هي دي الايه هي دي الديفولت اللي بنعمله لو انت عايز تطلع شويه كاباسيتنس وريزيستنس بسرعه. طيب ده شكل الايه شكل الايه ده للكاباسيتنس تيبل اللي ممكن يجي لك في اي تكنولوجي. ماشي تعال نحاول نفهم ازاي هنستخدم الايه ازاي هنستخدم الجدول ده. الجدول ده هما اكشوالي جدولين. اللي تحت ده بتاع الانتر واير كاباسيتنس وده امره سهل. ماشي يعني بيقول لك ايه لو انت عندك خطين من البولي ماشين جنب بعض يبقى الكاباسيتنس ما بينهم 40 اتو فراد بير مايكرومتر. اوكي يبقى انت لو اتو فراد 10 ناقص 18 عادي عدي علينا الاتو كتير مش مشكله خلاص. فاحنا بنتكلم هنا ايه 40 اتو فراد بير مايكرومتر. يعني لو مشيت مسافة 1 مايكرومتر يبقى عندك كاباسيتنس 40 اتو. اوكي ده مينيمال سبيس وايرز هم ايه ما بينهم المينيمم سبيس. يعني طبعا لو المسافه مش مينيمم سبيس الكاباسيتنس هتقل مش هتزيد صح. كل ما تبعد الوايرز عن بعض يبقى الكاباسيتنس. فهنا بيقول لك لو انت الومنيوم 1 مع الومنيوم 1 يبقى 95 اتو فراد بير مايكرومتر, الومنيوم 2 مع الومنيوم 2 85 وكذا. يبقى الجدول اللي تحت ده اللي بيدينا الانتر واير كاباسيتنس بتشوف انت مشيتوا جنب بعض مسافه قد ايه, تضرب الرقم ده في المسافه يديك الكاباسيتنس على طول الانتر واير كاباسيتنس سهل. اما اللي فوق ده فاللي فوق ده المفروض بيديك الكاباسيتنس ما بين لاير واللاير اللي تحتيها او اللايرز اللي تحتيها. فانا مثلا لو شغال على ايه على الومنيوم 5 اللي هي اعلى ميتال لاير وعايز اشوف الكاباسيتنس ما بين الومنيوم 5 والومنيوم 4 يبقى هاجي كده الومنيوم 5 والومنيوم 4 هتلاقي فيه رقمين. الرقم الاولاني ده البارالل بليت كاباسيتنس ان اتو فراد بير مايكرومتر سكويرد, والرقم الثاني ده الفرنج كاباسيتنس ان اتو فراد بير مايكرومتر. اوكي يبقى انت هتيجي تشوف الراجل ده 38 اتو فراد بير مايكرومتر سكوير, يبقى انت هتشوف الاريا المشتركه اللي ما بين الومنيوم 5 والومنيوم 4. الومنيوم 5 ماشي كده والومنيوم 4 ماشي كده مثلا, فما بينهم عملوا اريا مشتركه مربع صح. تقدر تحسب الاريا بتاعت المربع ده ولا لا؟ نقدر نحسب الاريا بتاعت المربع ده تضربه في الرقم ده يديك البارلل بليت كاباسيتنس اللي ما بين الومنيوم 5 والومنيوم 4. اوكي طيب مش هما برضو عملوا مربع, يبقى في عندي ايه بريمتر من بره نقدر نحسب البريمتر بتاع المربع ده, نقدر نحسب المحيط بتاع المربع ده صح. المحيط ده هيبقى ان مايكرومتر صح. تضرب الرقم ده في الرقم اللي تحت اللي هو اتو فراد بير مايكرومتر يديك الايه يديك الفرنجنج كاباسيتنس. يبقى واحد بيعتمد على الاريا وواحد بيعتمد على البريمتر. ماشي يبقى انت بتشوف الاريا المشتركه ما بين الاثنين لايرز, تحسب الاريا وتضربها في الرقم الفوقاني يديك البارال بليت كاباسيتنس, تحسب البريمتر وتضربه في الرقم الثاني يديك الفرنجنج كاباسيتنس. اوكي يبقى انا عندي الومنيوم 5 مع الومنيوم 4 هعمل كده. طب لو الومنيوم 5 عدى على الومنيوم 3 هستخدم الرقمين دول, لو الومنيوم 5 عدى على الومنيوم 1 هستخدم الرقمين دول. طبعا زي ما انتم ملاحظين لازم الارقام دي تكون بتزيد وانا ماشي كده
ليه بتزيد وانا ماشي كده؟ لان الومنيوم 5 ده اقرب حاجه ليه هي الومنيوم 4 وبعديه الومنيوم 3 وبعد كده الومنيوم 2، فكل ما المسافه ما بين اللايرز تبعد كل ما لازم الكاباسيتنس ايه تقل، يعني لان الدايلكتريك ثيكنس هيبقى كبير. اوكي، فانت عايز تحسب الكاباسيتنس بين الومنيوم 5 والومنيوم 1 يبقى تاخد ده مع ده. طب عايز الومنيوم 1 مع البولي سيليكون يبقى تاخد ده مع ده، عايز الومنيوم 3 مع الاكتيف اريا يبقى ده. طب ايه الفيلد والاكتيف دول؟ ايه الفيلد والاكتيف؟ احنا هنا بنتكلم على الكاباسيتنس ما بين الميتال لاير او اللاير دي والجراوند او السبستريت يعني، ماشي؟ بس احنا عندنا السبستريت بتاعتنا اللي هي السيليكون يعني بيكون فوقيه اوكسايد. الاوكسايد ده في بعض الاحيان بيكون تخين وفي بعض الاحيان بيكون رفيع. تخين في حاجه بنسميها فيلد اوكسايد، ورفيع بحاجه بنسميها اكتيف اوكسايد. اوكي، فانت لما تيجي تحسب الكاباسيتنس ما بين الايه، ما بين الالومنيوم 1 وبين السبستريت في وجود الاكتيف دي الارقام، في وجود الفيلد اوكسايد دي الارقام. طبعا بما ان الفيلد اوكسايد ده اتخن فالكاباسيتنس هنا طلع اصغر من الايه، من الاكتيف اوكسايد. ماشي مش ماشي؟ اوكي، ده كده يا شباب ايه، ده كده موست ترانزستور عادي، صح؟ ده موست ترانزستور عادي من الموجودين عندنا. غالبا احنا بنعمل حاجه بنسميها فيلد اوكسايد ما بين بعد الترانزستور، ان احنا بنيجي هنا نروح حاطين اوكسايد تخين كده واوكسايد تخين كده، بنسميه الفيلد اوكسايد. ده بيكون هدفه انه يفصل لي الترانزستور ده عن اي ترانزستور تاني لما اجي اعمله. فالفيلد اوكسايد ده بيبقى اوكسايد تخين محطوط ما بين الترانزستورز وبعضيها علشان يفصلهم عن بعض. واقع الامر يعني ان انت لو بصيت على الويفر من فوق هتلاقي ان في جبال من الاوكسايد وما بينهم حتت حتت ايه، منخفضات كده. المنخفضات دي هي اللي فيها الترانزستورز، اللي هي الاكتيف اريا بتاعتها. الاكتيف اريا بتبقى منخفضه كده، هي اللي فيها الايه، الترانزستورز. وما بين الايه، وما بين الاكتيف ارياز بيبقى عندنا فيلد اوكسايد في حتت كده، فبقى عندي جبال من الاوكسايد وبعد كده حتت رفيعه من الاوكسايد اللي فيها الايه، اللي فيها الترانزستور. يعني لما هنزل هنا ده كده اوكسايد رفيع، ده كده هنا اوكسايد رفيع، ده اللي هو بنسميه ايه، الاكتيف ايه، الاكتيف اوكسايد. طبعا عشان كده هتلاقي دايما الرقم اللي مع الفيلد اوكسايد اللي هو الكاباسيتنس ما بين الميتال لاير لغايه تحت هيكون اعلى، هيكون اقل سوري، من مع الايه، الاكتيف اوكسايد. ماشي؟ ليه؟ لان المسافه ما بين اللاير والسبستريت هنا هتبقى اكبر، حاطط ايه، حاطط اوكسايد اكبر شويه. اوكي، طيب ليه بالنسبه للبولي ما حطش رقم مع الاكتيف، ما حطش بولي مع الاكتيف؟ نتيجه ان البولي مع الاكتيف ده از اكشوالي الترانزستور بتاعك. لما يكون عندك بولي تحتيه اكتيف اوكسايد معناه اللي هو تحتيه ثين اوكسايد، يبقى ده كان ده الترانزستور بتاعك اصلا. بولي سيليكون تحتيه ثين اوكسايد اللي هو ده الترانزستور اللي احنا بنعمله اصلا، فالكاباسيتنس بتاعته اللي هي السي اوكسايد اللي موجوده عندك جوه الترانزستور، ما هياش واير ولا هي انتر كونكت. ده الايه، ده الموست ترانزستور كاباسيتنس اصلا يعني، وبالتالي السي اوكسايد مش موجوده، الخانه دي مش موجوده هنا، نتيجه ان دي اصلا الموست ترانزستور كاباسيتنس. اوكي، ما هياش الانتر كونكت كاباسيتنس. خلاص، يبقى عرفنا الجدول ده بنستخدمه ازاي. يبقى الجدول ده ممكن نطلع منه البارل بليت كاباسيتنس، ممكن نطلع منه الايه، الفرنجنج كاباسيتنس ما بين اي ميتال لاير والتانيه، ولو عايزين نطلع الانتر واير كاباسيتنس ما بين نفس اللاير بنستخدم الجدول اللي تحت. خلاص، اوكي، بقى ممكن اديكم الجدول تطلعوا منه كاباسيتنس او اديكم الرقم تستخدموه على طول، ويبقى ايه، يبقى الكلام ده كله برده ملوش لازمه. طيب بالنسبه للواير، الواير احنا متعودين عليه، صح؟ قيمه الريزيستنس بتاعت الواير كام؟ رو في ال على ايه، صح؟ رو في ال على ايه، والايه هي عباره عن الويدث في الارتفاع اتش. طب ما الرو از تكنولوجي بارامتر والاتش از تكنولوجي بارامتر، وبالتالي بناخد الرو على الاتش دي ونطلع تكنولوجي بارامتر جديد اسمه الشيت ريزيستنس اللي هو بيبقى ايه، ار مربع. ماشي، ار مربع. اعتقد اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده بس نتكلم تاني. يبقى دي الريزيستنس بتاعت ايه، بتاعت اي مربع من اي لاير بتاعتك. اوكي، يعني مربع دايمنشنز بتاعته 1 في 1 او 2 في 2 او 3 في 3 او 4 في 4 او كيلو في كيلو، كلهم هيبقوا ليهم نفس الايه، هيبقوا ليهم نفس الريزيستنس، نتيجه ان الريزيستنس زي ما انتم شايفين كده
ماشي لما يكون الاثنين الرقمين دول زي بعض ال L بيساوي ال W يبقى هيكون ليهم نفس الايه هيكون ليهم نفس الريزستنس اوكي. فال R sheet دي is a technology parameter بتعبر عن ال resistance بتاعت اي مربع من اي metal layer بقى او اي layer in general. يعني كل اللي انت تعمله ان انا هديك الشيت ريزيستنس دي عايز احسب الريزيستنس بتاعتي يبقى هضربها في عدد المربعات. عدد المربعات ده بنجيبه ازاي؟ يعني نقسم اللينث على الويدث. اول ما تقسم اللينث على الويدث ال على دبليو يديك عدد المربعات اللي انت بتشوفها على طول. اوكي يعني لو جيت اهو ادي اللينث على الويدث طلع عندي 1 2 3 4 مربعات يبقى الريزيستنس بتاعتي 4 شيت ريزيستنس. اوكي والشيت ريزيستنس دي هنبقى جيفن برده في الايه في التكنولوجي تيبل بتاعتي. فده مثلا الشيت ده الريزستيفيتي بتاعت السيلفر الريزستيفيتي بتاعت الكوبر الجولد الومنيوم تنجستن. طبعا لغايه دلوقتي التكنولوجيز اللي موجوده في السوق بتستخدم الالومنيوم وبتستخدم الكوبر. طبعا احنا لغايه اعتقد ان لغايه 65 نانومتر كان الومنيوم بس ومن اول 65 نانومتر بقينا بنستخدم الكوبر مع 2 ميتال لايرز في فوق من الالومنيوم يعني اوكي. فهم دول الاثنين موجودين. طبعا الكوبر ميزته الاساسيه ان هو ايه ان الريزستيفيتي بتاعته تقريبا النص بتاعت الالومنيوم. فعشان كده لما التكنولوجي قعدت تسكيل الالومنيوم بقت الريزستنس بتاعته مشكله فاتنقلنا للايه اتنقلنا للكوبر. ماشي ليه ما بنستخدمش الكوبر من زمان؟ لما تاخدوا بقى ان شاء الله الماده الاختياري في سنه رابعه بتاعت الفي ال اس اي لو حد منكم خدها يعني هتعرفوا بقى ايه كانت مشاكل الكوبر يعني وليه مش عارفين ان احنا ليه ما كناش عارفين نعمل الكوبر او يعني تصنيع الكوبر على السيليكون اصعب بكتير من تصنيع الالومنيوم يعني. وبالتالي الكوبر ده احنا لجأنا له لما اضطرينا يعني. اوكي طيب هنا بقى يديك ان انت ايه ان شاء ان انت جوه السيليكون بتاعك او جوه التكنولوجي بتاعتك بيبقى في عندك كذا نوع من الريزيستورز ممكن تستخدمهم. ممكن ان انت تستخدم ريزيستنس باستخدام الويل ادي الشيت ريزيستنس على الايه الويل 1000 اوم بير سكوير اول ان بلس والبي بلس 50 150 اوم بير سكوير ديفيوجن ويز سيليسايد 3 ل 5 دي لاير ثانيه بنركبها فوقيها. البولي سيليكون الريزيستنس بتاعته 150 ل 200 لو عليه السيليسايد 4 ل 5 والالومنيوم زي ما انتم شايفين كده الشيت ريزيستنس رقم صغير جدا. فواضح ان ده هو ده الوحيد اللي ممكن نستخدمه كانتر كونكت عشان الريزستيفيتي بتاعته او الشيت ريزيستنس بتاعته صغيره جدا. كل اللي فوق دول بنستخدمهم كريزيستورز لو انت عايز تعمل ريل ريزيستور على التكنولوجي بتاعتك فهتبدا تستخدم اللايرز دي وتمشيها تديك كاباسيتنس تديك الريزيستنس اللي انت عايزها. اوكي ناقص حاجه كمان في الريزيستنس ان احنا الريزيستنس دي علشان نحسبها صح الريزيستنس مش بس هتبقى الشيت ريزيستنس مضروبه في عدد المربعات زي ما قلنا كده. ده احنا عندنا مشكله تانية صح ان انا عندي المفروض ان الواير ده بيوصل ما بين ترانزستور وترانزستور تاني. فعشان اطلع للميتال لاير ده الالومنيوم ده عشان اوصل بنطلع بحاجه اسمها كونتاكت بعد كده بطلع بيها وبعد كده بننزل بحاجه تانية اسمها كونتاكت. فالكونتاكت دي اللي هي الشكل ده ماشي الاشكال دي كل دي اسمها كونتاكت. الكونتاكت دي ذات نفسها ليها ريزيستنس فانت بتجمع كل الكرنت بتاعك بيمشي في البتاع الصغيره دي وبالتالي ليها سيجنيفيكانت ريزيستنس يو هاف ايه يو هاف تو كونسيدر يعني. اوكي فاحنا عندك الكونتاكت ريزيستنس دي بيكون تقريبا واحده ل 5 اوم لكل ايه لكل كونتاكتايه واحده. كل ما تحط كونتاكت هيديك ايه 1 ل 5 اوم. طبعا احنا بنحط الكونتاكت ان سيريز ولا ان بارل؟ ان بارل صح. يبقى معنى كده ان كل ما هتزود عدد الكونتاكت كل ما ريزيستنس هتقل مش هتزيد. فانت دايما لما يكون الاريا بتاعتك تسمح لك انك تحط كونتاكتس كتيره بتحط كونتاكتس كتير على طول. عمرك ما هتتضايق انك تحط كونتاكتس كتير. ماشي؟ يعني انا لو جيت عملت الترانزستور بتاعي ده ده كده الترانزستور لما نبص عليه من فوق ده الدرين وده السورس وده الجيت اوكي ماشي. فانت ممكن تعمل ايه تروح جاي حاطط كونتاكت هنا اهو بعد كده هنطلع لفوق بقى بالميتال ويجي الميتال عليه كده ويجي الميتال عليه كده الدرين والسورس بتوعه اوكي. دي ممكن طريقه اعملها وممكن اجي اعمل كده احط كونتاكت كده وكونتاكت كده واحط الميتال جنب. مين احسن تفتكروا؟ اكيد اللي تحت احسن. ليه؟ لان الريزيستنس دلوقتي قلت نتيجه اني حطيت اثنين كونتاكت بدل ما احط كونتاكت واحد. فكل ما بنزود عدد الكونتاكت يبقى احسن بالنسبه لي. بس طبعا مش دايما هتبقى عندي الويت بتاع الترانزستور يستحمل ان يكون فيه اثنين كونتاكت يعني على حسب الويت بتاع الترانزستور على حسب بتحط كام كونتاكت.
لو انت بتعمل مينيمم ويدث ترانزستور غالبا مش هيسمح لك غير ان ايه مش هيكون عندك اريا غير كونتاكت. بس طبعا انت مش هتعمل مينيمم ويدث ترانزستور وتروح تمشي فيه 1 امبير مثلا، ماشي؟ مينيمم ويدث ترانزستور ده هيمشي فيه مثلا كام؟ 1 مايكرو 10 مايكرو مثلا، فبالتالي كونتاكت واحد وريزيستنس واحده مش مشكله بالنسبه لنا. طيب كلكعت الدنيا عليكم وبقى عندنا حسابات كتيره وكلام كتير كده، بس في الاخر زي ما اتفقنا احنا هنوصل لاخر سلايد، هي دي اللي هنستخدمها في المنهج بتاعنا، ماشي؟ فانا دلوقتي بقول ايه، انا وصلت دلوقتي للايه، عرفت الانتر كونكت شكلها عامل ازاي، وعرفت الاصل بتاعها جاي من فين، وعرفت لو انا عايز احسبها اكزاكتلي احسبها ازاي وايه القوانين اللي معايا. انا بقى هاجي دلوقتي بعمل سيركت ديزاين، هبدا اعمل ايه بقى؟ اوكي، فعندنا 4 ديفرنت مودلز. اول موديل عندنا هو الايه، الايديال واير. الايديال واير ده بيقول لك ايه بقى، same voltage is present at every segment of the wire at every point in time equipotential. يعني اول موديل عندنا ان انا هفترض ان هو ايه، ايديال واير نود واحده بس، الفولت في اول الواير هو الفولت في اخر الواير، مفيش اي ريزيستنس في النص، مفيش اي كاباسيتنس وبتاع، اللي هو الكلام اللي كنا بنعمله لغايه الاسبوع اللي فات، ماشي؟ الكلام اللي بنعمله لغايه الاسبوع اللي فات طبعا مفيش اي بارازيتكس موجوده. فده بيقول لك ايه، only holds for very short wires i.e. interconnects between very near neighbor gates. يعني الكلام ده مش valid الا لو كان عندك الواير بتاعك ايه، صغير جدا، لو الاثنين ترانزستور لازقين في بعض مثلا والواير صغير جدا، يبقى ده الحل الوحيد اللي ايه، اللي ممكن نفترض ان الموديل ده اللي هو ان انا ما عملتش موديل اصلا، ان انا اعتبرت ان ما فيش واير، ماشي؟ هو ده الحاله الوحيده ممكن نستخدمه. غير كده الكلام ده طبعا هيبقى ايه، هتبقى انت متفائل بزياده عن اللزوم، اوكي؟ هتبقى فيري اوبتيمستيك يعني. يعني ده از فيري اوبتيمستيك موديل ان انت شلت تاثير الايه، الريزستور بتاعك. تاني موديل عندنا هو الموديل اللي بنسميه لامبد ايه، لامبد سي. يعني ايه لامبد؟ لامبد يعني ايه؟ لامبد بالترجمه لامبد يعني ايه؟ مين؟ مكتله متكتله، مجمعين ايه، مجمعين كل الكاباسيتنس في حاجه واحده، ماشي؟ لامبد يعني بنجمعهم كلهم في وان كاباستور، ماشي؟ يعني انا هاخد الواير بتاعي كله ده، ماشي، واقول ان ليه 1 كاباستور بس، ماشي؟ طيب لما ناخد الواير كله ونقول ان ليه 1 كاباستور بس، يبقى معنى كده ان احنا لسه مفترضين ان مفيش ريزيستنس، ومفترضين ان هو ايكوي بوتنشال، صح؟ لان هو في الاخر بقى نود واحده بس حطيت فيها ايه، حطيت فيها كاباستور واحد بس، يبقى انا كاني هفترض برضو ان هو ايكوي بوتنشال، مفيش اي ريزيستنس موجوده في الواير، وهموديل الواير كله بسنجل كاباستور ما بين النود تو جراوند، ماشي؟ يبقى نقرا كده، same voltage at every segment of the wire at every point in time equipotential. يبقى كل الايه، كل دول افترضتهم نقطه واحده، الواير بتاعي افترضته نقطه واحده عليه نفس البوتنشال. بص بقى الجمله دي بيقول لك ايه، the wire itself doesn't introduce any delay. يعني ايه؟ احنا المفروض دلوقتي احنا عندنا انفرتر واير انفرتر تاني، اوكي، والمفروض ان احنا عايزين نحسب الديلي. فاللي احنا كنا بنعمله الاسبوع اللي فات ايه، ان احنا كنا بنحسب الديلي بتاع الانفرتر الاولاني ده، واحنا واخدين في اعتبارنا اللود بتاع الانفرتر الثاني، صح؟ ده الديلي اللي احنا كنا بنحسبه. الجديد دلوقتي ان انا ايه، هحسب الديلي بتاع الانفرتر الاولاني وانا واخد في اعتباري الانفرتر الثاني اللود بتاعه، وواخد في اعتباري كمان اللامبد كاباستور بتاع مين، بتاع الواير. يا جماعه كان الانفرتر الاولاني الديلي بتاعه هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. ليه؟ لان بقى معاه اللود بتاعه الكبر، صح؟ بقى معايا اللود الانبوت كاباسيتنس بتاع الانفرتر اللي جاي، وبقى معايا اكسترا كاباسيتنس جايه لي من الواير ذات نفسه، زاد لي ايه؟ زاد لي الديلي بتاع الانفرتر الايه؟ الانفرتر الاولاني. بس النقطه او السيجنال اول ما دخلت الواير خرجت الواير من الناحيه الثانيه في نفس الوقت بالظبط، فما فيش ديلي جاي لي من الواير ذات نفسه. في ديلي اوفر رول ان السيستم بطء نتيجه الاكسترا كاباسيتنس ده، ان الانفرتر الاولاني بقى ابطا، بس مفيش ديلي ما بين ان السيجنال تدخل الواير وتخرج الواير. ده المقصود بجمله the wire itself doesn't introduce any delay، بما انك انت عملت معامله lumped capacitance single node، فمفيش ديلي جاي لك من الواير ذات نفسه، اوكي؟ only loading effect، يعني زودت اللود على الانفرتر الاولاني affect performance and power consumption. طبعا الايه، الديلي بتاع الانفرتر الاولاني زاد، والباور كونسامشن بتاع الانفرتر الاولاني زاد. ليه الباور كونسامشن زاد؟ ان هو اف سي في دي دي سكويرد، فالسي زادت يبقى انا عندي الباور والديلي زاد، اوكي؟ طيب ده الموديل اوف تشويس فور ذا اناليسيس اوف موست انتر كونكت وايرز. معظم الحالات اللي احنا هنتعامل عليها هتلاقي ان الموديل ده هو ده اللي بنستخدمه، ان احنا بنفترض ان الايه،
ان اللينس لسه مش طويل قوي فالريزيستنس لسه مش سيجنيفيكانت قوي فاحنا هنعمل موديلنج ايه للامبد كاباستور ونستخدمه. وغالبا كل المسائل اللي بتجيلكم رغم ان انا ما بقولكمش استخدموا اللامبد بس قيمه الريزيستنس في الاخر بيطلع كانك بتحل ايه كانك بتحل لامبد في الاخر. فاللامبد مش ايه هو ده اكتر واحد بنستخدمه يعني. When the resistive component is small and the switching frequency is low to medium. يعني لما تكون الريزيستنس بتاعتنا صغيره او لو الفريكوانسي بتاعتنا ايه مش كبيره قوي هو ده الموديل اللي احنا ايه بنستخدمه. طب الموديل ده يا شباب بيسيمستك ولا اوبتيمستك؟ هي مكتوبه هنا اوكي ماشي. الموديل ده بيسيمستك ماشي. بيسيمستك يعني ايه بيسيمستك؟ يعني متشائم. يعني ده هيديكوا قيمه ديلي اكبر من الحقيقه. ده هيدينا ديلي اكبر من الحقيقه. وبالتالي احنا بنزعلش قوي لما بنستخدم الموديل ده بما ان الموديل ده بيسيمستك ماشي وسهل في الاستخدام. يعني هحسب قيمه الكاباسيتور بتاعه الواير ده واحطه في المعادله بتاعتي واحسبه بتاع. لو انا حققت السبيكس بتاعتي او الريكويرمنتس بتاعتي بالبيسيمستك موديل يبقى متوقع ان انا احققه بالايه بالريل موديل. طب ليه الراجل ده بيسيمستك؟ لانك خدت الكاباسيتنس كلها بتاعه الواير واتيفر كانت فين حطيتها عند الاوتبوت بتاع مين؟ عند الاوتبوت بتاع الانفرتر الاواني. في حين احنا لما نبص كمان شويه لما ندخل في مور اكوريت موديل هنلاقي ان مش كل الكاباسيتنس بتظهر في الاوتبوت على الاولاني وبالتالي الديلي بتاع الايه الانفرتر الاولاني مش بيزيد بالطريقه الايه السيئه اللي هنا الطريقه المتشائمه اللي هنا خلاص. فنقدر نقول ان احنا بنعتبر ان ده از الورست كيس كونديشن. فاحنا لو عملنا ديزاين على الورست كيس اللي هو سهل ان احنا نعمل بيه ديزاين ده ولقينا ان احنا محققين الريكويرمنتس بتاعتنا يبقى خير وبركه وخلاص اوكي. يبقى الموديل ده بنعمل ايه تاني؟ بنفترض ان مفيش ريزيستنس خالص وبناخد الواير كله بوان كاباستور عند الاوتبوت بتاع الانفرتر الاولاني اوكي. الموديل اللي بعديه لامبد ار لامبد سي. لامبد ار لامبد سي يعني ايه بقى؟ يعني هاخد برضو الواير كله وهحوله لسنجل ريزيستور وسنجل كاباستور. يبقى انا هاخد الطول الواير من اوله لاخره كده واحسب له ريزيستنس واحطها بعد كده اخد الكاباسيتنس كلها واحطها في الاوتبوت بتاع الريزيستنس اوكي. يبقى انا هحول الموديل بتاعي او احول الواير بتاعي لار سي ار سي سيركت بالشكل اللطيف ده 1 ار 1 سي اوكي. طبعا هنا خلاص كده كده بقى في ار سي تايم كونستانت للواير ذات نفسه. يبقى السيجنال لما تدخل الواير ولما تيجي تخرج من الواير هتخرج متاخره عنه بقى في ديلي من الواير ذات نفسه نتيجه ان ليه ار سي ايه ار سي تايم كونستانت اوكي. بالاضافه كمان ان بقى في عندك اكسترا كاباسيتنس موجوده عندك في الايه في الشكل بتاعك. ف يبقى توتال واير ريزيستنس اوف ايتش سيجمنت از لامبد انتو ا سنجل ار اند توتال كاباسيتنس انتو ا سنجل سي اوكي. فهل ده برضو اوبتيمستيك ولا بيسيمستيك؟ فده برضو بيسيمستيك. ليه؟ لان انت بقيت حطيت كاباسيتور كامل شايف كل الريزيستنس بتاعت الواير ماشي. فانت واخد اكبر تايم كونستانت عندك اكبر ار مع اكبر سي صح. خدت اكبر ار في الدنيا مع اكبر سي في الدنيا فانت جبت اكبر ديلي في الدنيا. فده از فيري ايه از فيري بيسيمستيك برضو ماشي. بس ده لو انت عايز لو لقيت ان الار بقت سيجنيفيكانت وعايز تاخدها في اعتباراتك في اعتبارك يبقى لازم ايه لازم تعمل. طيب امال ايه الصح اللي المفروض يتعمل؟ الصح المفروض يتعمل ايه بقى؟ ان انا اخد الواير واقسمه سيكشنز ار سي ار سي ار سي ار سي. ليه؟ لان مش كل السي شايفه كل الار. انت بتمشي شويه الاول وتشوف سيرتن كاباسيتنس ار سي ار سي ار سي. فده المفروض ان انا عشان اعمل كده لازم نستخدم مور ايه مور ادفانسد موديل شويه خلاص. يبقى احنا خدنا الايديال وشفنا بعد كده اللامبد سي اللامبد ار. المور بقى ابروكسيميت المور اكوريت موديل هو اللي بنسميه الالمور ايه الالمور موديل. طبعا الالمور ديلي موديل ده هيظهر لنا تاني ان شاء الله في الاسبوع الجاي تاني اوكي. فالمور ده اسم شخص طبعا وده ايه بيعمل هنا بنتكلم على ايه بنتكلم على ان هو بيجمع الار سي تايم كونستنس بتاع لارج ار سي نتورك. هي مرسومه اصلا اوكي. دلوقتي الالمور ديلي موديل ده بيقول لو انا عندي السيجنال هنا وعايز اشوفها هنا ماشي وعندي ار سيز ار سيز بالشكل ده المفروض ايه ان احنا ان كل كاباسيتنس موجوده في النتورك بتاثر على الديلي بتاعي.
بس تأثيرها بيجي عن طريق الكرنت اللي بيوصل لها. وبالتالي علشان نجيب التايم كونستنت بتاع الكومبلكس نتورك دي يبقى عندك السي الاولاني في الار زائد السي الثاني في الار زائد الار زائد السي الثالث في الار زائد الار زائد الار زائد السي الرابع وهكذا. يعني ايه؟ يعني انت بتشوف الكاباسيتنس اللي عندك كلهم اوكي بيبقى عندك لازم يبقى في ترم جاي لك من كل كاباستور موجود عندك في النتورك، وبعدين بتشوف المسافه او السكه من الايه من الكاباستور ده لغايه النقطه اللي حصل فيها التغيير. ماشي؟ فانت النقطه اللي حصل فيها التغيير عندنا هي الانبوت، وانا عايز احسب تاثير الكاباستور ده، يبقى تشوف السكه اللي ما بين النقطه دي لغايه الكاباستور ده وتحسب فيها الايه، تحسب فيها الار لغايه عندها. يبقى معنى كده ان انا هيبقى عندي ايه ار اكس في سي اكس، سي ال في ار ال زائد ار اكس وهكذا. كل واحده تفضل تجمع الايه، تجمع الريزيستنس لغايه نقطه التغيير بتاعه، وتجمع الكلام ده كله مع بعضه، ده يديك الايه، يديك التايم كونستنت بتاعنا. ده الايه، ده المور موديل ابروكسيميشن. طبعا ده ستيل برضو ايه، ابروكسيميشن، لان انت استخدمت فيرست اوردر ابروكسيميشن ار سي واحد بس، المجموعه في المعادله في الاخر طلعت لك لينير، في حين انت عارف ان ار سي ار سي ار سي كتير كده، المفروض ان انت تبقى المعادله ايه، كوادراتيك بقى وثيرد اوردر والكلام ده كله. فده مجرد ستيل ابروكسيميشن بس ايه، از مور كلوز تو ذا ريل كيس عن اللامبد مودلز اللي كانت موجوده قبل كده. طيب هنستفيد منه بقى ازاي ده؟ تعالوا بقى نبص معانا. يبقى انا دي الحاله بتاعتنا اهي، ده كده الموديل بتاع الانفرتر الاولاني، ودي الكاباسيتنس بتاعته اللي هي السيلف لودنج كاباسيتنس، وده الانفرتر الثاني، ودي الانبوت كاباسيتنس بتاعته اهي. خلاص؟ يبقى انا عندي ايه؟ درايفر، الريزيستنس بتاعته، والسي سيلف والسي انبوت، اوكي؟ وبعد كده الانتر كونكت بعمل له موديل بالشكل ده. ايه الشكل ده؟ ده ريزيستنس بير يونت ار دبليو سي دبليو اللي هي الواير ريزيستنس والواير كاباسيتنس بير يونت لينث، والال الكبيره دي هي الايه؟ اللينث بتاعه. يبقى انا عملت موديل للانتر كونكت بالشكل ده، اللي هو ان انا قسمته سيكشنز، كل سيكشن ليه ار والسي بتاعته، وهو كله على بعضه طوله ايه؟ طوله ال. نستفيد ازاي بالكلام ده بقى؟ بصوا كده، ادي تاني ده الانفرتر بتاعنا، الار درايفر دي اللي هي الار ان او الار بي بتاعت الاسبوع اللي فات، والسي سيلف دي اللي هي السي دي ان زائد السي دي بي بتاعت الاسبوع اللي فات، السيلف لودنج كاباسيتنس، السي ان دي هي السي جي ان زائد السي جي بي بتاعت الاسبوع اللي فات، اوكي؟ دول اللي كانوا موجودين معانا لغايه الاسبوع اللي فات. كل اللي احنا حطيناه بقى في النص هو الايه؟ الانتر كونكت موديل بتاعي، ار 1 سي 1 ار 2 سي 2 ار 3 سي 3 لغايه ار اي سي اي، واخر واحده عندنا هي ار ان سي ان. وعايز احسب التايم كونست، عايز احسب التايم كونست باستخدام المور ديلي موديل. يبقى انا المفروض يبقى انا عندي ترم للسي سيلف وترم للسي ان وترم لكل كاباستور من دول، لان المور ديلي موديل بيقول ان كل كاباستور هياثر لي على الايه، على التايم كونستنت بتاعي، اوكي؟ طيب بما ان نقطه التغيير هي دي، يبقى السي سيلف بيشوف انهي ريزيستنس؟ ار درايفر بس، اللي هو الترم ده، ده الترم اللي احنا عارفينه من الايه، من الاسبوع اللي فات اللي سميناه الانترنسك ديلي. الار درايفر في السي سيلف ده التاو بتاع الانترنسك ديلي، يعني لما نضرب الرقم ده في 0.69 يدينا الانترنسك ديلي اللي احنا عارفينه، اوكي؟ دي اول واحده. اوكي، بعدين سي 1 وسي 2 وسي اي تعالوا ننساهم دول دلوقتي. سي ان دي هتبقى عباره عن ايه؟ سي ان هتضرب في ايه؟ في مجموع كل الاراد دي، صح؟ يبقى ار درايفر زائد السميشن بتاع كل الاراد دي من 1 لغايه ان، اوكي؟ ده الايه؟ الريزيست السي ان دي اللي هي الايه؟ الجيت كاباسيتنس بتاع الانفرتر اللي جاي، هيتضرب في الريزيستنس بتاعه الواير كلها، دي لو جمعناها تطلع اللامبد ايه؟ اللامبد ريزيستنس بتاعه الواير، زائد السيلف لودنج ريزيستنس بتاعتنا اللي هنا اللي هي الار ان او الار بي بتاعت الراجل، دي السي ان. طيب في النص بقى هنعمل دبل سميشن، سميشن على الكاباسيتورز وسميشن على الريزيستورز لحد الكاباسيتور اهو. سميشن بتاع كل الكاباسيتورز بتاعتنا من 1 ل ان اللي هي سي 1 لغايه سي ان، كل واحد منهم هيتضرب في السميشن بتاع الريزيستورز من عنده لغايه اي. يعني ايه؟ يعني سي 1 ده هيتضرب في ار درايفر زائد ار 1، سي 2 هيتضرب في ار درايفر زائد ار 1 زائد ار 2، سي 3 هيتضرب في ار درايفر زائد ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 وهكذا لغايه اخر واحد عندنا اللي هو سي ان، هيتضرب في ار درايفر زائد ار 1 لار 2 لغايه ايه؟ لغايه ار ان، اوكي؟ فده الكلام ده بالشكل ده.
هنيجي هنا بقى لما نفك السميشن ده ماشي ده سيريز يعني هيطلع الشكل اللطيف ده هيطلع الار درايفر مضروبه في السميشن بتاع الكاباسيتورز اوكي وهيطلع نص ار دبليو في سي دبليو حيث ار دبليو دي هي مجموع الارات كلها اللي هي اللامبد ار وسي دبليو دي هي مجموع الكاباسيتورز كلها اللي هي اللامبد سي فده هنا كان باين لنا ليه المودلز اللي فاتت كانت ايه كانت بيسيمستك لان الكابيتال ار في الكابيتال سي طلعوا مضروبين في النص هنا مش متاخدين زي ما هم المره فاتت احنا خدنا التايم كونستنت في اللامبد مودلز كان كابيتال ار في كابيتال سي هنا طلعوا مقسومين على 2 يعني نص الديلي تقريبا نص الديلي تقريبا لو انا استخدمت الايه الالمور ديلي موديل مش اللامبد مودل تمام يبقى انا بقى لما نفك كمان السميشن ده يبقى سي دبليو ونفك كده بار دبليو هيطلع لنا الايه المعادله اللطيفه دي يبقى الار درايفر هيتضرب في السي سيلف زائد السي دبليو السي ان هتتضرب في الار درايفر زائد الار دبليو وبعد كده هيطلع عندنا ترم جديد ار دبليو زائد سي دبليو نتاكد ازاي ان المعادله دي صح نحط الار دبليو والسي دبليو بصفر يبقى المفروض يدينا معادله الاسبوع اللي فات صح فلو حطينا الار دبليو بصفر والسي دبليو بصفر يعني افترضت ان مفيش عندي انتر كونكت او استخدمت الايديال موديل يعني الار دبليو بصفر والسي دبليو بصفر ده الايديال موديل الترم ده هيختفي الار دبليو دي هتختفي السي دبليو دي هتختفي فيتبقى لك ار درايفر في سي سيلف زائد سي ان صح ار درايفر دي اللي هي بتاعت الاسبوع اللي فات اللي هي كانت ار ان زائد ار بي على 2 والسي سيلف دي اللي هي كانت سي دي ان زائد سي دي بي صح والسي ان دي اللي هي سي جي ان زائد سي جي بي فده نفس معادله الايه الديلي بتاع الانفرتر اللي احنا خدناها الايه اللي خدناها الاسبوع اللي فات يبقى الايديال موديل فاليد على المعادله دي طيب لو انا حبيت اعمل اللامبد كاباسيتور موديل هعمل ايه هحط الار دبليو بزيرو والسي دبليو ايه معايا صح فنحط الار دبليو بزيرو يبقى الترم ده هيختفي والترم ده هيختفي هيتبقى لك الترم ده بس صح فده يبين لك ان الديلي بتاع الايه بتاع الدرايفر بتاعك زاد نتيجه الاكسترا كاباسيتنس اللي حصلت عنده لكن الايه الترم اللي جاي لك من اللود ما تاثرش معاك بحاجه اوكي ماشي طبعا يبقى ده كده المعادله بتاعتنا عندك بقى بعد كده السلايد الاخيره مجرد نفس الكلام بتاعنا تاني بس يعني دي نفس المعادله اللي فاتت بس قسمناها جزء جاي من الانفرتر الاولاني وجزء جاي من الواير ذات نفسه يعني هناخد الترم ده كده ماشي هنجمع معاه الترم ده اللي هو ار درايفر في سي ان يبقى عندك الار درايفر مضروب في سي سيلف زائد سي دبليو زائد سي ان يبقى ده التايم كونستنت اللي جاي من الدرايفر ذات نفسه وده التايم كونستنت اللي جاي من الواير اللي هو هيبقى ار دبليو في نص سي دبليو زائد ار دبليو في سي ان اوكي خلاص يبقى ده كده المعادله المفروض ان احنا هنستخدمها فاحنا هنفتح بقى مساله من اللي احنا ايه من اللي احنا حليناها الاسبوع اللي فات وقلنا المطلوب الاخراني ده مش هنحله علشان خاطر كان على الانتر كونكتس ونحاول ان احنا نشوف ازاي نستخدم المعادله دي في حل الايه في حل المساله تاني اوكي فاكرين المساله دي المساله دي المفروض ان احنا كنا واخدين الانفرتر ده وحسبنا الفان اوت اوف 4 ديلي بتاعه بتاع السيمتريك انفرتر بتاعه وبعد كده حسبنا الفريكوانسي اوف اوسيليشن بتاعه الرينج اوسيليتور معمول من 3 ستيجز من الايه من اللي حليناه في A المطلوب C بقى اللي احنا ما حليناهوش ساعتها كان بيقول لك بقى ايه عيد حساباتك للفريكوانسي بتاعه الرينج اوسيليتور في B ماشي مع الاخذ في الاعتبار ان في انتر كونكت ما بين كل انفرتر والانفرتر الثاني الريزيستنس بتاعته 10 اوم والكاباسيتنس بتاعته 3 فيمتو فاراد اوكي انا هفكركم بالارقام وشوفوا كده هتعملوا ايه وبعد كده نحلها سوا طيب المفروض ان احنا حلينا المطلوب الاولاني والمطلوب الاولاني ده كان انفرتر لودد باربع انفرترز كنا حسبنا الريزيستنس بتاعت الانفرتر بتاعنا كان 78.5 كيلو وحسبنا الانترنسك كاباسيتنس بتاعتنا 1.5 فيمتو فاراد اوكي ومنه حسبنا الفان اوت اوف 4 ديلي طلع 406 بيكو سكند وبالتالي الفريكوانسي بتاعت الرينج اوسيليتور اللي معمول ب 3 ستيجز طلع 410 ايه ميجا هرتز المفروض ان احنا عايزين نعيد الحسابات دي ماشي عايزين نحسب الفريكوانسي الجديده دي
لما اخد في اعتباري ان في ما بين كل انفرتر والاربعه اللي بعديه واير في ريزيستنس مقدارها 10 اوم وكاباسيتنس مقدارها 3 فيمتو. فنعمل ايه يا شباب؟ نعم انت معاك قانون عكس قانون. احنا القانون بتاعنا كان بيقول ان التاو الجديده هتساوي الار درايفر. الار درايفر هتضرب في 3 كاباسيتورز اللي هم السي سيلف زائد السي واير زائد السي ان. اوكي وبعد كده عندنا الار السي ان مضروب في نص ولا ايه؟ مين ايه؟ اه انا بس عايز اشوف ايه مكتوبه ازاي. هي المسألة دي في الآخر بس بتبقى ازاي ان انت تريليت الحاجات دي بالترمز الجديدة. اوكي ماشي. فالمفروض يعني مين ار ايكويفالنت في دول، مين سي سيلف، مين السي ان، مين الكلام ده. لو انت عرفت تريليت الكلام ده هتقدروا تجيبوا التايم كونستنت على طول. الديلي بيبقى 0.69 تايم كونستنت، وبالتالي الفريكوانسي تقدروا تجيبوه على طول صح. فبقى نحسب التايم كونستنت. قولوا لي بقى تعرفوا مين في دول. سي دبليو بكام يا شباب؟ ها؟ تلاتة فيمتو فرد هو مدياني على طول. اوكي؟ ودي كده تلاتة فيمتو فرد. اوكي؟ والار دبليو هي ال 10 اوم هو مدياني على طول. اوكي؟ الار درايفر يبقى مين بقى؟ الار درايفر ده هو هيبقى اللي هي 78.5 كيلو اللي هي الار ايكويفالنت بتاعتنا اللي دي الريزيستنس بتاعه الايه الانفرتر الاولاني. يبقى دي 78.5 كيلو. اوكي كده ناقص السي سيلف والسي ان. السي سيلف بكام؟ هي دي الانترنسيك كاباسيتنس بتاعتنا. السيلف لودنج كاباسيتنس هي الانترنسيك كاباسيتنس بتاعتنا، وبالتالي ده يبقى 1.5 فهمتوا. يبقى مش فاضل غير السي ان. بكام بقى السي ان دي؟ 6 فهمتوا ليه؟ تمام. سي ان دي اللي هي الانبوت كاباسيتنس بتاعت الجيت اللي جاي، واحنا هنا عاملين ان احنا لودد باربعه من الايه؟ اربعه مننا. اوكي وبالتالي يبقى الراجل ده هيبقى 4 × 1.5 فيم. انا فان اوت اوف 4 معناها ان انا لودد باربعه مني. اوكي وبالتالي يبقى دي القيم بتاعتي. احسبوا بقى دي كده وقولوا لي كام. كام؟ هي السي انترنسك دي هي عباره عن الان مص والبي مص. طيب ما هي دي كانت ان مص والبي مص، يعني احنا بنقول 4 من دي صح؟ ما بنقولش 4 من الواحد. 824 824 بيكو سكند ماشي. ايه الرقم اللي طلعناه ده؟ ده التاو. يبقى الديلي بتاعنا كام؟ 0.69 في الرقم ده. يبقى انا هنضرب الرقم ده في 0.69 يدينا الديلي بتاعنا ماشي؟ ده يدينا الديلي بتاعنا. عايز احسب الفريكونسي. الفريكونسي كانت كام؟ 1/2 ان تي بي صح؟ فنقدر نحسب الفريكونسي على طول ماشي. يبقى انا من هنا هقدر اجيب الديلي، ومن الديلي نقدر نجيب الفريكونسي، فالفريكونسي بتطلع 410 ميجا هرتز. اوكي؟ طيب كان في حاجه ثانيه احنا كنا اهملناها قبل كده. ايوه اتفضل. ده ديلي للستيج واحده. لانها بترجع، ده رينج اوسيليتور فبيرجع لاول ستيج. اوكي؟ طيب كان في برضو حاجه خدناها في المحاضرات
الحضراني. فاكرين السلايد دي برضو؟ السلايد دي اللي خدنا فيها المينيمم انترنسك ديلي بتاعنا لما قلنا لما البيتا تساوي جذر ار. طبعا احنا لما خدنا الكلام ده وقلنا جذر ار ده كان باهمال الايه؟ اهمال الوايرنج كاباسيتس، لان المعادله كان فيها سي واير اهي لو انتوا واخدين بالكم. المعادله كان فيها سي واير وحطينا ساعتها السي واير بزيرو ومنها طلعنا ان البيتا بتساوي جذر ار. ماشي؟ لكن لو انا جيت في مساله واديتكم قيمه للسي واير او للانتر كونكت ساعتنا، دي في الحاله دي ان ايه المينيمم ديلي بتاعنا مش ان البيتا بتساوي ايه؟ بتساوي جذر ار، يشود ايه؟ ترجع للقانون الاصلي ان البيتا بتساوي جذر ار في 1 زائد سي دبليو على ايه؟ على سي دي ان 1 زائد سي جي ان 2. فلو في مساله كنت طالب منكم ان انتوا تجيبوا المينيمم ديلي وانا مديكم السي واير، يعني في الحاله دي ايه؟ جذر ار مش فاليد اني مور ومحتاج تعيد الحسابات بتاعتك تاني وتحسبها على بيزد على الكلام ده. اوكي؟ مش عارف بقى دي عندكم في الشيت ولا كان فين، بس كان في مساله كده يعني فممكن تبقوا ايه تبصوا عليها. فاي حاجه قبل كده كنا بنهمل فيها الواير كاباسيتنس ما بقاش عندنا العذر ان احنا نهمل الايه؟ الواير كاباسيتنس، خلاص بقينا نعرف ايه هو الواير كاباسيتنس يعني ونقدر نحسبه. واي ديلي بنحسبه نقدر نحسبه از لونج از انا مديك قيمه الواير كاباسيتنس ده ايه؟ او مديك ازاي تقدر تحسب الواير كاباسيتنس. يعني انا في المساله دي او في المسائل اللي جت قبل كده كنت بقول لكم السي واير كذا والار واير كذا، بس انا ممكن اديكم دايمنشنز وتحسبوا الواير كاباسيتنس ازاي او تحسبوا الايه الريزيستنس ازاي عن طريق الايه عن طريق الجداول اللي خدناها او المعادلات اللي خدناها. اوكي؟ طيب الاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا محاضرتين والاسبوع الجاي عندنا فيديوهين. اوكي؟